صباح الخير يا عم حافظ. اهلا، صباح الخير يا سي رمضان. كل شهر وانت طيب يا سيدي. وانت طيب يا حبيبي. يا ابني امضي امضتين. عيني عيني. حاضر يا عم حافظ. جبت حاجه تاخد فيها؟ ايوه، جبت سلطانيه، وامي بتقول لك كتر الدق. يا اخي ده انت فايق ورايق قوي. حد يبقى معاه الهم ده كله ويبقى فايق ورايق يا عم حافظ؟ وكده يا سيدي يبقى معاك 400,000 جنيه، وادي 94 قرش. يا حقان انت يا عم حافظ يا حلو. يلا شايلني يا بشبيش. تعالى هنا، تعالى امضيلي. ما انا مضيت يا ابني. انت كل مره توجع لي قلبي. امضيلي امضايا هنا في الظهر بالاستلام. دول 400,000 جنيه. حاضر. يعني تلات قيمك ب 400,000 جنيه؟ طب انا يا سيدي مستعد امضي 500 قبضه ب15 جنيه، بس يبقوا بتوعي. اتفضل. هات يا سيدي. يلا شايلني يا بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا عم حافظ. عليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير يا عم حافظ. صباح الخير يا سيدي. امضي امضيتين. شوف لنا تاكسي يا بشبيش. اجيب تاكسي منين بس يا سي رمضان؟ انا عارف لك. مش المفروض كانوا يجيبوا لنا عربية بسواق عشان ناخد فيها الفلوس دي؟ امال ولاد المدير يروحوا المدرسة ازاي؟ يروحوا مشي. كانت مشاش في ركبك. المجمع يا اسطى. فلوس جنيهات ليه؟ دول خطوتين. تتمشش في نافوخك انت والترومبيل بتاعك. يلا بينا يا ابني نمشي، مفيش فايده. زمان الموظفين قلقانين. قلقانين ايه؟ الله، نمشي من هنا لغايه المجمع واحنا شايلين الدهيه دي. امال حضرتك ده واقفين هنا للصبح. الله، مش شايلنا 400,000 جنيه؟ ما يدوناش 2 جنيه عشان نركب بيهم تاكسي؟ يا ابني يا حبيبي ما عندهمش فلوس. امال دي ايه؟ بس دي ليه؟ لا، بلغيت الست. يودينا المجمع ب50 سنت. عينيا ماشي. يا ربنا يسقط اصلك انت والترومبيل بتاعك. يلا. والله العظيم انت ابن حلال. ده الدنيا لسه بخير يا جدعان. بس لو سمحت هنزق زقه صغيره بس. مش قلت لك ابن حلال؟ الترومبيل بتاعك. الاسانسيرات عطلانه يا خديجه، في اسانسيرات تانيه جوه. ودي كلام برضو عبد الرحيم، ما احنا هنروح نلاقي الاسانسيرات التانيه عطلانه. خلاص عندك السن. اطلع السلم 11 دور ومعايا البلوى دي. مش كفايه جايين ماشي؟ خلاص ارميها هنا وامشي. ارميها ان شاء الله تترمي في نار جهنم. قد مصعب لما يحش وسطك. يلا يا فندم يلا، بلاش العطله دي، بلاش الوقفه دي، خلونا نشوف وصفه حته. عبد الرحيم ما تشيل اللوز اللي مبوظه صوتك. يلا خلونا انت وهو. انا ساعتي دي يلا بسرعه. يلا خش خش يا بيه. في شبرا مزمار. انت بتسال عليا؟ هتسال عليك ليه بس يا استاذ رمضان؟ ولا ما احنا في الهوا سوا. اعمل لك ايه؟
في السادس في السابع. لسه في السادس. يلا يا اخويا اطلع اطلع. ايه ايه الحمريه دي؟ انتوا تربيتوا في ايه؟ ده ابوات ده يا مؤاخذة. ايه؟ انتوا تربيتوا في ايه؟ كان فك ركبك انت واللي كنت عنده. شيل شيل يا بشمش. ايه يا بشمش؟ ايه يا ابوات دولة يا بشمش؟ اتفضل يا بيه. خش يا بشمش. خش يا بشمش. استنى عليا يا بشمش. ايوه استنى عليا يا بشمش. انا معاك بيه. تعالى يا بشمش. حاضر بيه. تعالى يا بشمش. حاضر. استنى يا بشمش. بسم الله الرحمن الرحيم. بشمش. بسم الله الرحمن الرحيم. بشمش. يلا يا مراد تخلصنا ولا هتعمل لنا فيها حكايه؟ حكايه ايه يا استاذ؟ انا عملت لك حاجه؟ مش لما اخد نفسي؟ ما تاخد نفسك بعدين يا سي رمضان. اخد نفسي بعدين؟ بعدين امتى يا سعب عزيز؟ لما اموت؟ الله انت هتفتحولنا محضر ولا ايه؟ ما تبطلوا الكلام ده يا فنديه، خلونا نقبض. طب اقف في الصف يا اخويا، صف يا فنديه وحد ابوكم. ليه؟ هتقفونا في الجمعيه ولا ايه؟ قال وانتوا تقفوا في صف في الجمعيه وهنا لا ليه؟ الله يا عقد بقى ولا ايه؟ اوعى إيه عقد، وكل واحد حر في عقده، وصلى على النبي بقى لحلف ما انا بقبض حد. دول يا ما تقف صف يا سيدي، خلينا نخلص، عايزين نخلص النهارده. وقف انت في اخر الصف يا اخويا فرحوس انت. الله انت هتزل لنا ولا ايه؟ انا لا هزل لكم ولا حاجه، مفيش قبض يا فندي، انا لسه عبرد الخزن. يعني ايه يا الله؟ خلاص يا استاذ رمضان معلش. ما هو دي مش اسمه كلام يا استاذ محمود، انا لحم ودم برضه. حقك عليا يا استاذ رمضان. اصلها كلمه كبيره قوي يا استاذ خليل، هتزلنا دي ما تزل الرقاب غير الخالق يا سيدي. ما يقصدش يا استاذ رمضان. ايوه بس كل واحد لازم يختار كلمته برضه. خلصنا من الخناق ودخلنا في العتاب، ما تقبضني يا اخويا بقى، انا مستعجله وعايز اروح. ومستعجله قوي على المروح ليه؟ انت مش حبيبته وخلاص ولا هو فرغت عيني يعني؟ يا عم خلصنا بقى وبعدين معاك. انا مش فاهم ليه تبقوا قدام الناس التانية زي الجيزم وتيجوا معايا انا وتتحكموا. يا عم ما بتتحكمش ولا حاجه، ورانا التزامات يا سي رمضان. عينيا ليك يا سي محمود، انت تقم روح ابني بقى، وقف في اخر الصف هناك اجري. نجرد الخزن ومفيش قبض النهارده، اجري اخر واحد في الصف انت يا سي محمود. تعالى يا اختي مستعجله، تعالي. زينب عبد اللطيف مش كده؟ ايوه. امضي يا اختي. خدي. اتكى على الله انك على طول. اتفضل يا ست زينب. شكرا. استنى ملحوق على المروح ليه؟ إيه؟ لسه ليكي 6 ساعات. خليهم يمكن ما معكش فكه، خدهم مره تانية. لا يا اختي مفيش خزنه ما فيهاش فكه. احنا ما بنقبلش الفلوس الحرام، اذا كان الفلوس الحلال مقلول قيمتي هنقبل الحرام؟ قول يا اختي. يا سيدي شكرا. مع الف سلامه. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ عبد العزيز، عشان انت باين عليك انت كمان مستعجل على المروح. برضه عبد العزيز؟ روح انت اقف في اخر الصف هناك. ابني اقف في اخر الصف، انت هتقبض اخر الشهر. 75 قرش حساب البوفيه مدام زينب. من عينيا. اتفضل.
وخلي الباقي علشان ربع جنيه بنشحت اشرب ايه ربع جنيه ده خليه المحروس اللي بطنك. طب ما تزعلش خد توأم ان شاء الله. ماشي معاك قوي يا بشبيشي. تاخد لك 2 جنيه يا سي رمضان. لا يا اخوي انا ماليش دعوه بالحاجات دي. الله على الاقل تسدد العجز اللي عندك. الله انت مش تقول عندك عجز ب 60 قرش دفعتهم من جيبي. اول مره اشوف صراف خزنته تعجز معاه. احنا كان عندنا قبل منك صراف كان بيسلف المصلحه كلها بالفائز. اعوذ بالله حتى الله ما بينه وبين الحاجات دي. سلام عليكم. سعيد مبارك. نعم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل شهر وانت طيب يا سي رمضان. ربنا يخدم. بتقول ايه؟ ايه؟ لا ولا حاجة. اصل الست والدتك مش عاجبها الزيارة اللي انا جيت. بص البرتقال شوفي بطل خير البرتقال عامل ازاي؟ ولا يوسف افندي؟ حد يلاقي يوسف افندي زي ده؟ ولا شوفي بلح على النعمة حد يلاقي بلح عيشة زي ده؟ شوفي البلح وحلاوته؟ شوفي حلاوته؟ معلش يا رمضان معلش ما تزعلش من كلام ماما. يا ستي ولا يهمك انا علشان خاطرك استحمل اي حد يقدرني. اي والله كل يهود حتى كلام امك اللي عامل زي ما تغسلي قفاكي بميه ساقعه في عز البرد. بقى كلام ماما عامل زي الميه الساقعه في عز البرد. هو مش زي الميه الساقعه بالظبط هو زي الزفت في كل فصول السنه. ايوه والله سنه سود على دماغها باذن الله. اخفى عليك يا رمضان. اسيبك انا بقى واطلع. ليك 100 بقى زياره. رمضان يا نعم على فكره انا حضرت لك لقمه في الاوضه. ربنا ما يحرمك مني يا انس الوجود يا احلى فتاه لقلع الحمام. بس ضيقك عيني. يلا استعنى على الشقه بالله. وسيدتك العيال عيالي بس يا رمضان هو انت يهمك السلم انت شباب. طب ما تيجي تطلعي معايا اه نونس بعض وفي ذات نفس الوقت عقبال ما نطلع فوق يكون الصيف جه نربي كتاكيت. كتاكيت ايه بس؟ امشي بقى احسن ماما تقلق. ما تقلق علي مش عاجبها بلا عيش امال اجيب لها ايه؟ رمان بيل يكسب لي فن ما ينهش عظمي. عظم ايه بالفتح ده؟ ده فخر وخيبه. سلام عليك يا ماما بقى انت دايما كده كسفاه يا اخت روحي. بيضرب بشبيشي الله يخليك. ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه في ايه بس يا عم؟ الله رمضان ده قلت لك فلح مقفل. الله انت مش بتقول انه غلبان وواقع مهما كان لكن ماشي على الصراط المستقيم. على كل ملوش في الطيب نصيب. كنا هتدخله معانا اللعبه يطلع له بشين حلوين. لا اعمل معروف والنبي فكر في اي حاجه الا رمضان ده كده ماشي. انا بقى هفكر في التفكير اللي اخر حلاوه. بس يعني الحكايه دي مضمونه هلوتي يا بشبيش اطمن. الهلوتي ما يفكرش في حاجه وتطلع مش مضمونه ابدا. احنا بنلعب يا بشبيشي ده احنا عيال مخنا نضيف. 400,000 جنيه على 3 يعني كل واحد مننا ينوبه 135,000 جنيه وحته.
وسلمتين له محسن. لا وانت الصادق، سلمتين له رمضان. يا عم هلال، يا عمو، عمو. اهلا اهلا رمضان. اهلا. ازيك يا عم هلال؟ تعالى تعالى اشرب معايا الشاي. شاي ايه؟ مش لما ناكل لقمه الاول؟ اما انا جايب لك شط طعميه سخنين، انما يستاهلوا بقك، وشويه بصل، انما ايه؟ شوف الطعميه وحلاوتها، بص سخنه ولع نار. مد ايدك، مد ايدك كل. ولا انت اتعشيت؟ انت اتعشيت، بلاش بقى. انت فين؟ بقالك كام يوم ما انتش باين. والله مشغول يا عم هلال وطالع عيني. طالع عينك ليه؟ ده انت موظف ميري قد الدنيا. موظف ميري؟ موظف ميري ده كان زمان يا عم هلال، ايام ما كانت ال 400 فرخه بنكلي. دلوقتي الموظف بياخد على قفاه. اي والله، اي والله العظيم بياخد على قفاه. بالك انا لولا الملامه لكنت اشتغل معاك عربجي على العربيه الكارو بتاعتك دي، على الاقل كنت اسلم على النسوان اللي انت بتوصلها. عدم المؤاخذه، ما تيجي تشتغل، هو حد حيشك؟ اخاف طول ما انا ماشي اي حد يقول لي علي عوض، علي عوض، وانا ازعل اول ما حد يقول لي علي عوض. انا عايز اسالك سؤال، انا ليه العربجيه بيزعلوا لما حد يقول لهم علي عوض دي؟ ايه الحكايه دي؟ الله يجازيك يا رمضان يا ابني. بقى علي عوض ده كان شيخ العربجيه زمان في سوق التلات، واي صبي جديد كان يجي يشتغل عندنا في مهنتنا ديت لازم يعدي عليه الاول، يدينه العلقه الجامده التمام اللي هي، علشان يذله ويخاف منه ويمشيه على الصراط المستقيم العمر كله. ده عقده تاريخيه بقى، حتى العربجيه عندهم عقد تاريخيه. انت بتبصيني كده ليه يا رمضان؟ انا دلوقتي فهمت. فهمت؟ فهمت ايه؟ فهمت انت ليه ماشي على الصراط المستقيم. الله يجازيك يا رمضان، عسل والله. انت اللي سكر. بلك انا ما بستريحش في القعده مع حد في الحاره دي غيرك والله يا عم هلال. الله يكرمك. خلي اقول لي يا عم هلال. نعم. انت مش اسمك هلال؟ اه. وانا اسمي رمضان. اه. وهلال قبل رمضان. اه. يعني هلال رمضان. اه. يبقى انا ابوه. ما تيجي اتبناك يا جدي. مفيش مانع يا ابني. قال يعني انا ناقص. بقول لك ايه؟ نعم. طب ما تتبناني انا والحمار وتبقى ابو الحمارين. لا انا اتبناك انت والحمار وحماتي عشان ابقى ابو البهايم. طب يلا بقى اتعشى علشان تشرب الشاي. اشرب؟ كفايه انا اشربه من كعان يا عم هلال. يا جدع قول يا رب بكره تفرج. يا حلاوتك انت يا سكر، بقالك 800 سنه بتقول بكره تفرج وما زهقتش انت يا فراوله. والله انت فراوله يا شيخ. ما تاكل طعميه ولا انت اتعشيت؟ يا ماما يا ماما. ايوه يا احمد. مفيش ميه، اعمل ايه؟ هي الميه اللي في الكوز عندك في خلصت؟ مفيش، بقول لك يا خلاص. لسه ماما عاملين يا ماما. طب انت قلت قبل ما تخش تغسل وشك مش تشوف الميه هتكفيك ولا لا؟ يا ده الغلب اللي انا فيه. والحمار ده لسه نايم ولا ايه؟ حمار؟ حمار مين؟ الحمار اللي فوق اللي اسمه رمضان. هيسيبنا من غير ميه لحد دلوقتي؟ يا ماما حرام عليك، قطعتي قلبه من الميه اللي بيجيبها لي كل يوم. امال نعمل ايه يا حمك بقى من غير ميه؟ قلبك عليه قوي يبقى لا فلوس ولا يخدمنا كمان. خطيب قال يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان. الله يخرب بيتك، بقى انا لسه سابق في كابوس اصعد على صوتك في الحقيقه. يا رمضان يا رمضان. يلا خليك انت عوف الاصيل يا رمضان، اشوف فيك يوم. ايوه يا خلف ابو علي. خلف عينك، انت لسه نايم؟ نوم العوافس والله عليك. تعالى وابط الميه. عيني عيني. حاضر حاضر يا خلف مقويه، جاتك الهم. Thank you.
امي. عناية حاضر. امال فين علي؟ انزل اوام. حاضر. انا هو. صباح الخير يا رمضان. صباح الفل يا ست الكل. انا هروح اجيب مية بموارد عشان صباحك النادي. تسلم لي. حلوة تسلم لي دي يا ملفوفة القواه. اي والله ملفوفة. سمي يا اخويا على العيل ده لما املى سفاحه الميه. الله جرى يا ست انت، ايه اللي جابك هنا؟ ما انت ما عندكش دم، انت مش شايفني حريم؟ حريم وده شكل حريم برضو؟ امال الرجاله يبقى شكلهم ايه؟ كينج كونج؟ اخرج. طيب. كل واحد في دوره. سمي يا اختي قبل ما اشيل الميه. اسمي مين؟ انا مالي وانا فضيانه. طب شايلين انت. العيل ده بتاع مين يا نسوان؟ باين عليك سرقه. ايه؟ باين عليك سرقه. وانا هسرق عيل اعمل بيه ايه؟ سرقه مش عرفني. هسرقه منين يا وليه؟ مش عرفني. اهي خدي خدي يا وليه. سرقه؟ ايوه. سرقوا يا وليه مش انت اللي مديهولي بايدك؟ انا ما عطيتكش حاجه. ما تدينيش حاجه، انت هتديني يا وليه مش انت اللي مديها للعيل؟ قلت لي حرام يا ولاد حرام. يا ستي ولا عليك عشان الورد ينسيله عليك. طب اطلع انت بقى بسرعه هاي امك احسن تبرد. حاضر حاضر يا مين يا تلفؤاد يا ملفوفة القواه. خد الميه. الميه هي يا ماما. يلا يا عيال خدوا الميه واغسلوا وشكم. يلا حاضر يا ماما. سيك يا بنت مع اختك. يلا عامل امال هو راح فين؟ طلع فوق يغير هدومه احسن يبرد. من غير ما يجيب لنا العيش. عيش ايه بس يا ماما؟ كمان مفيش عيش. لا يا بنتي مفيش عيش، عايزين عيش عشان اخواتك يفطروا ويروحوا مدارسهم. اطلعي انتهي. لا ما ماليش دعوه، اطلعي انتهي لنا. بقول لك اطلعي انتهي. انتهي من كفايه يا ماما. اوعي اختي كده. يا رمضان يا رمضان. ايوه ايوه اخدت ام علي. انزل قوم هات العيش. نعم العيش. ماله؟ عايزين عيش. ما انا جبت. انت جبت الميه والدور على العش. ايوه. طيب حاضر نازل. وحياه ابوك مش عايزين حاجه تانيه؟ اذا كنت عايزها فجلي ولا جرجير ولا ابر بوابير قبل ما تنسي. هتفتح لي محضر ده فتح نافوخي. يلا يا اخينا انت وهي مفيش عيش. لا مفيش عيش. ليه مفيش عيش؟ ليه خالص؟ الساعة 7 الا ربع الصباح العيش خلص. صباحنا وصباح الملك لله. ايوه خالص. انت بتقول العيش خلص؟ ايوه خالص. امال ايه ده؟ بعت سياحي من بقى الرغيف ب 15 قرش. العيش بقى سياحي كمان؟ اه. وسياحي ليه؟ عليه سمسم. طب ما تشيل السمسم وهاته من غير السمسم. بقول لك ايه؟ خد من الفرن اللي جنبينا اجري هوينا. يلا. ايوه ده ليك حق عشان الكلام مش هيحوق معاه. يلا يلا يا ست التوهية. يلا يا اخويا خلي. يلا شطبنا. يلا يلا يا راجل انت. العيش العيش اهو. عايز
عايزين حاجه تانيه؟ لا اطلع انت بقى غير هدومك على ما اعمل لك سندوتش تاخده معاك الشغل. اطلع فيه؟ لسه هطلع السلالم دي كليتها. امال هتروح الشغل بهدومك دي؟ على رايك. حاضر ماشي. اللهم ادينا الصحه يا رب. ربنا ياخدك يا اللي ببالي. صباح الخير يا رمضان. صباح النجف يا عم هلال. الشعبط ماشي. على مهلك. حماتك تحبك. غير ريقك. اغير ريقي ايه؟ هفطر برسيم يا راجل. الطعميه السخنه ايه؟ كل. حماتك تحبك. ماشي. ببلاش حماتك تحبك دي. هاي بلاش. حقك عليا. بقولك ايه يا اخويا؟ ما توديناش محكمة عبدي؟ اخد عجلس باريزة. باريزة باريزة يعني هي جت عليك انت؟ يلا اركبوا يا نساء. يلا يلا ياخد يلا ياخد اطلاعي يا اختي. اخويا حاسس. انا باخد لحاسس. الله يا مهبل. ياخد اطلاعي. يا اخويا يا اخويا يا اخويا يا اخويا اطلاعي بقى. معلش على كده. ايه يا ست انت؟ هتركبي وهو يحشك. شلني شلني. اشيلك؟ ايوه شلني. ده انت عايز اونش شوك عشان يشيل. ايه اتخمنلك؟ اول مره اشوف واحده ست بمقصور. طب شيل شيل. عايزين اتنين اربعه رجاله يشيلوا معانا. طب شيلني عيب عليك. تعال شيل معانا. ربنا يخليك. تعال معانا. شيل شيل شيل. معاك سلمه يا عم هلال؟ لا مفيش سلمه. معاك شيل. يلا حط مين وانت حط معاك شيل. شيل يا اخويا. الله اكبر. شيل يا جدع. وين عدينا مؤاخذة تعملوا ايه؟ قضية منيلة في 60 نيلة يا اخويا بعد عنا. هو زلقوا فلوسه ناقصة في الشغل. اه على بلاطة كده يعني هبوهم. ودايخين وراه في المحاكم بقالنا يجي 7 أشهر. وكل دول بقى يبقوا قرايبه؟ لا يا اخويا احنا جرينا وجابنا في كل حاجة. لجنة خبراء أجانب يعني. يا اخويا اوعى كده. لا بعد كده. ما تخليش تتكلم وتتكلم فيا. ايه ده؟ هو انا نعصاب؟ لما تعوى بقى. ايه يا ولاد انتوا ايه؟ ده انا خايف لا تطلعوا لي في المنام مع اللي ما تتسمى. اوعى حد يا محمد. اوعى. يا نهار اسود. والله العظيم بالكسم يا ولاد يا سعديه يا اختي. جوزك ده راجل خايب قوي. انا على راي المثل ان سرقت اسرق جمل. هو اختلس كام؟ 300 جنيه يا اخويا عمر. 300 جنيه؟ عدم المؤاخذه ده راجل اهبل. حد يودي نفسه في داهيه عشان 300 جنيه؟ يوم هو في يا اخويا حد بيسرق وعارف نفسه انه هيتقفش؟ والنسوان دي بقى لها 7 أشهر رايحين جايين عشان 300 جنيه. الله مش نيابه ومحاكم وبوليس؟ طب الكابله يا اخويا عاملينها فتحه. جوزي بيقول على الاقل على الاقل فيها 10 سنين. يفضل الله وانا فالك نبويه. بتفولي على جوزي ليه يا اختي؟ ايوه بتفولي على جوزها ليه نبويه؟ يا سعديه يا اختي دي تسعيره والعمليه دي فيها 10 سنين. حتى اسالي الافندي اللي جنبك ده يا اختي. انا ماليش دعوه. انا ما بفهمش في الحاجات دي. بقول لك ايه يا راجل انت؟ ما تحطهاش حلوانه في سلوانه وتلزق كده. ارجع لورا شويه. انا اللي وضع جسمي كده. شوف لك عربيه على وضع جسمك. الله. انا اشوف لك عربيه على وضع جسمي ازاي بقى؟ يا الاسانسير عكران يا سي رمضان. يعني انا بضحك عليك؟ لا يا سيد،
ما تضحكش عليا ولا حاجه. امرنا لله نطلع على السلم. ربنا ياخد اللي ببالي. نعم اخويا. مش قصدي عليك، انا مش قصدي عليك، انت ابن حلال. ربنا يفرمك تحت الترمال. ولا حاجة يا بشبيش، ولا حاجة. أصل لسه ماشي 90 كيلو. 90 كيلو؟ أصل الدكاترة بيقولوا إن اللي بيطلع خمس أدوار أكنه مشي 3 كيلو. أنا حسبت السلالم اللي طلعتها النهاردة لقيت نفسي ماشي 90 كيلو بالظبط. هما مش 90 كيلو بالظبط. 92 كيلو وشوية كده، كيلو متر. علي النعمة أنت مسكين. أي والله يا أخي. الرد واستنى وسط الجمعية يا فندم. انت وقف انت عالك، انت مالك بالرز والسمنه؟ انت لا عندك عيال ولا متجوز. الله، وقدام يعني مش عندي عيال ولا متجوز، ما اكلش رز ولا سمنه، اموت من الجوع. سمنا عندي حماتي يا سيدي، حمات المستقبل. ياك يا رب ربنا يبقى ياخدها، اشوفها بتشنشن في الشوارع وماشيه عريانه مط، والناس بتقول عليها المجنونه ايه؟ وانت بتجيب لها ليه؟ بتحلط لها يا سيدي كل شهر قرشين، وبحوش الباقي، وانا اللي باكل الفتات في الاخر. النبي سيبني يا بشبيش بحالي، سيبني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش عايز أي حاجة بقى في معايا؟ لا اتكل أنت على الله. أي خدمة يا أخوي. اتكل على الله يا راجل. السلام عليكم. مع السلامة. مالك في إيه؟ مالك؟ أنت واقف هنا بتعمل إيه؟ مالك في إيه؟ زبون عايز يشتري لحمه بريال، قال يبقى فيه؟ نعم. اللحمه بريال قال. اقل حاجه عندنا نص كيلو ب3 جنيه ونص. نص كيلو مين يا؟ احنا بنشتري اللحمه بتاعتنا بالجمعه، بنشتري بال10 كيلو بال14 كيلو، بالك؟ وفي العيد بربع جنيه. اي والله بربع جنيه. البريال لحمه قال. ده الريال دلوقتي بياخدوا المنادي بتاع العربيات. بقول لك ايه؟ خلصني، عايز ايه؟ عايز بريال عرض. عط للكلب. كلب؟ انت بتبص لي ليه؟ للكلب بتاعي اللي في البيت. مش باين عليك عندك كلب ابدا. وهو الناس بيبان ان عندهم كلاب ازاي؟ بيهوهوم. بقول لك ايه؟ خلصنا، انا ما عنديش وقت. عايز بريال عط للكلب. ما تبص ليش؟ قلنا للكلب. ايه ده؟ دي لحم. 2 كيلو لحمه هتغدى بيهم. تتغدى ب2 كيلو لحمه؟ ايوه، بطني وانا حر فيه. هل على راي المثل اقرع ونزهي؟ اقرع ونزهي يا ست؟ اقرع اقرع بس عيش. اقرع على نفسك، لكن جوازك من بنتي لا. ليه يا ست ام علي؟ هو انا مش محوش معاك؟ ينيلك، هم 605 برطوش هتتجوز بيهم؟ لا، 605 جنيه. 605 جنيه تتجوز بيهم يا ست ام علي؟ العروسه موجوده وأنا موجود، والفلوس ما بتسعدش حد. البوتاجاز بكام؟ ب5 جنيه. والتلاجة بكام؟ وما يخنقش حد حد. وأوضة النوم بكام؟ وما يخنقش حد حد. يا ست النام على أرخص حاجة. أيوه، عايز تتجوز بنتي وتنيمها فوق السطوح. أمال أعمل إيه هاني طيب؟ شوف يا رمضان. نعم. ما تزعلش مني. أنت لا تصلح للجواز بتلكن. متلكن؟ متلكن ليه بقى؟ ناقص ايد؟ ولا ناقص رجل؟ ولا ناقص منخار؟ لا، ناقص فلوس. ما كل الناس ما معهاش فلوس. عشان كده ما بيتجوزوش. يا ست ام ما تكلمي علي. وهتتكلم تقول ايه عليا؟ يا ماما بالتفاهم مش كده. واحد بقاله 3 سنين بيحوط لي ب 605 برطول. ب 605 جنيه؟ يا ماما، يا ماما اعذريه، هيعمل ايه بس؟ وانا كمان يا بنتي هعمل ايه؟ ما هو كمان لازم يعذرني. ارميكي يعني؟ افرض ان دي اختك ترضى تبهدلها مع واحد زيك؟ واحد زيي؟ ماله اللي زيي يعني؟ يا ست انا لا هبهدلها ولا حاجه، انا هحطها في نن عيني من جوه. من جوه؟ ايوه من جوه. مقليسي قوي يا ابني. احنا مش عايزين عينيك، عايزين جيبك. الوقت اللي احنا فيه ده وقت فلوس. معاك فلوس؟ لا، معايا برطيش. خلاص، تبقى برطوشه ما تسواش. ما تزعلش مني. الله،
هو انت ترزعيني الكلمه وتقولي لي ما تزعلش مني؟ اعمل لك بلتك ايه؟ جبلتي يا ست ما تعمليش حاجه، حقك عليا. رمضان استنى بس يا رمضان. يا اختي اقعدي راحه ورا بتعملي ايه؟ يا ماما حرام عليكي كده. حرام عليا يا اخوك حتى احنا فوخه. ما تشر عليك يا بنتي، ده مش هينفعك، ده هيفضل عايش كده على الحميد المجيد. اله ربنا يخرب بيتك يا ام علي، لا طمر فيها الرز ولا طمرت فيها السمنه ولا طمر فيها الميه اللي هدت حيل. يا ابني اهدى، بكره كل شيء يتصلح. ولا بتصلح ولا بتتنيل، دي وليها طماع. اي والله طماع، بس شويه شوربه وعظمتين للكلب، انما ايه جاكي كلب لما يبقى ينهش مصارين اللي جابوك يا ام علي. اله يا رب تطفح الرز، اله يا رب السمنه تبقى تنزل تشعوط مصراك الغليظ، انت والجزار اللي عايز ناكل الكلب بريال. امال الموظف اللي زي حالاتي ياكل بكام؟ ما هو يا ابني انت لو كنت كملت الحقوق مش كان بقى وضعك احسن؟ هم يعني السباكين ولا الميكانيكيه ولا الرقاصين معاهم حقوق؟ طب ما انت ما انت عربجه اهو، وشوف انت بتاكل ايه وانا باكل ايه. الله 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 الله، احنا حنوق مرضيه، تعالى كل معايا وانت اللي مرضيتش. ثم حقوق ايه اللي كنت هكملها؟ ده انا قعدت من سنه اولى لسنه تانيه في ست سنين، كنت عليها منين ولا منين؟ هلاقيها من الخزنه ولا من قانون العقوبات ولا من الجنايات ولا من طوابير الجمعيه ولا من مجاب الميه ولا من مجاب العيش ولا من قله ادب المدير العام؟ طب دلوقتي ناوي تعمل ايه مع حماتك؟ ضروري هنلاقي حل، ضروري. ما تيجي نبادل، انت تاخد العظم وناخد الفراخ، ما انت كنت فراخ كتير، انت مستني ايه؟ ما تيجي نبادل يا جدع، بلاش كام فارق. دوق انت بس، دوق انت العظم دي هتلاقيه هايل. اي أيوة والله. طب انت مستني حاجه من الدنيا؟ يا راجل اتكل على الله. السلام عليكم يا مغاوري. ازيك يا ولد؟ الحمد لله على السلامة يا أستاذ رمضان. ازيك؟ ألف الحمد لله على السلامة يا أستاذ رمضان. مالك يا ولد بيسأل بغل كده؟ إيه اللي بيحصل فيه؟ في إيه؟ أنتوا قلبتوا الدار لقلب الجواميس؟ أيوه، أصل أبويا العمدي مخلي كل حتة في الدار دلوقتي تجيب فلوس. هو ما بيسينا غير سنة الفلوس؟ نهايته خلي العمدة فين؟ موجود جوه. اتفضل يا أستاذ رمضان. يلا. اتفضل. قلتوا إيه؟ سلام عليكم. عمرك سلام. اهلا 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 وسهلا. مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا 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 بيكم. ازيك يا خالي؟ رمضان اهلا وسهلا. مال وشك اصفر كده يا عكر؟ ازيك يا خالي؟ اهلا. ازيك يا هنداوي؟ بارك الله فيك يا رمضان. ازيك يا خير؟ اهلا 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 يا خالي. اهلا بك انت. يا الدنيا حر ولا حاجه؟ يا بس عشان انت جاي من صافا، ازاي مصر واللي فيه؟ مصر كويس واللي فيها كويسين قوي. ازيك انت يا خال؟ هي الدنيا ساقعه باين يا ابني، ما ترسلك على بار ساقعه ولا سخن؟ اي حاجه يا خال، حاجه ساقعه حاجه سخنه، اي حاجه تشرب وخلاص. اما تقول كده من الاول. اديني اقول شاي اللي جوه. علي النعم، ما في شيء ولا نيله جاي. ها؟ ازيك يا خال؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. نستاذن احنا بقى يا حضره العمده، وسيبك مع الاستاذ رمضان. طب اديله يا جدع الفلوس قبل ما تجوه. اهم 8000 جنيه جبناهم من التاجر اللي قلت عليه يا عمده، عددهم بايدي، تحب اعدهم لك تاني؟ 8 اساتك، كل استك في 1000 جنيه. ده رايي يا هنداوي، انت ما بتفهمش يا ولد. الله، خلي العمده عمال بيغمز لك عشان ما تجيبش ست الفلوس قدام. انت حمار. سلام عليكم. مع السلامة. سلامات يا رمضان. اهلا يا خالي. عارف يا خال، الدنيا مرة تبقى ساعة ومرة تبقى سخنة ومرة تبقى هفتاني. تجعان وافرد يعني، ما انت هتقول غدا اللي جوه. غدا اللي جوه. يبقى بني خير يا رمضان. خير ان شاء الله يا خال، خير. انا كنت جاي لك في مشوار سريع كده، كنت قصدك في قرشين، كنت عايز رزمه يعني. من هنا يا من هنا. ثم انا شايف وسامع دلوقتي ان ربنا فتحها عليه، اشي بقر واشي معيز واشي خرفان واشي جواميس، وما تنساش كمان ان ارض امي كانت جواميس عليه، عملت لك خير قد كده. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ بلاش الغادي عليه جوه. قال يعني كان هيجي. انا ما احبش الكلام العيب. ارض امك انت كلت بقى من زمان. كلت بقى ايه؟ حادق وبتاو؟ هتحاسبني على الحادق والبتاوي اللي اكلته؟ بلاش يا سيدي حكايه الارض، خليه علشان خاطر رابطه الارحام اللي بيني. وانت صغير عشان تشحت، شحط طويل عريض مستوظف في الحكومه وجاي تشحت،
ثم اجيب لك من ايه؟ انا ما حلتيش حاجه. ما هم لسه مدي لك تمن رزم على قلبك قد كده هم. دي فلوس ناس. قوم يا رمضان، قوم يا اخويا الحق عربيه مصر قبل ما تفوتك. بالسلامه يا اخويا، وسلم لي على الناس اللي في مصر. الله ربنا يجيب لك شوطه في الجواميس بتاعك. الله يا رب اللي ياكل لحمه من بتاعتك يجي له ده الصعار ويمشي اهو في السك وانت اوله. عمال بيغمز لك عشان ما اعرفش حكايه الفلوس. خفت انت؟ خفت تضربك؟ ايه؟ السلام عليكم. اهلا يا بشبيش، اتفضل. برافو عليك يا بشبيش، كنت كويس انك جبت الشنطه. بس انا عايز افهم هتعمل بيها ايه؟ وانت منك دلوقتي تعرف كل حاجه. شحتوت. ايوه يا معلم. عارف هتعمل ايه؟ عارف يا معلمي. امسك شنطه زيها بالظبط، ما يفرقوش عن بعض ملي. ايه الوساخ اللي فيها، الخياطه اللي فيها، صوره منها طبق الاصل. ماشي يا معلم. اضرب يا بشبيش. اضرب يا بشبيش، اضرب. بكره نضرب ضربتنا الكبيره قوي. السد في وشك يا عيشة أم علي، تبقى تمشي لشحتي في الشوارع. ايه مالك؟ صراحة لي يا أستاذ رمضان، بتفكر في ايه؟ أنا جهزت يا أخي. أهو كل واحد بتفكر في خيبته. يبقى بتفكر في الفلوس. فلوس ايه؟ اجري اجري كانت خيبة، أنت فاهم حاجة دي؟ يبقى أنا ما قلتش غلط بقى. ما هو ما دام النهاردة 27 منه يبقى كله بيفكر في الفلوس. بلاش كده يا أستاذ رمضان. هقول لك حاجه بقى يا هان. طب انا اعرف موظفين بيعدوا اخر الشهر بالساعه مش باليوم، عشان كده مش فاضيين يشتغلوا. وهم هيقطعوا نفسهم هيعدوا ولا يشتغلوا؟ يسلم بقك. حلوه. ايه دي اللي حلو؟ النكته. نكته؟ النبي انت فايق ولا يا بشبيش؟ اهو شويه كده اهو شويه كده يا سي رمضان. الله، ايه الكتاب ده؟ قانون العقوبات؟ انت هترجع الحقوق تاني؟ رمضان. علي ازاي؟ ده انا كنت دلوقتي وحشني قوي يا رمضان. والله وانت وانا عندك بتعملي ايه؟ تعالي كده. روحي اله ربنا سد ابواب الجنه في وشك والنار كمان، عشان تحتسي في الاخره ما تقيش حته التويك. مالهم 605 برطوش؟ ايه؟ رجعت الشنطه مكانها؟ كله تمام. وفاهم هتعمل ايه؟ اه فاهم كل حاجه. بقول لك ايه، المهم بقى انك انت ما تركبش معاه، تعمل المستحيل عشان تزوغ منه. ازوغ منه ليه؟ لا ما فيهاش ليه، هو لازم كده. وقوم انت بقى على المصلحه وتشوف شغلك عادي لحد ما نتقابل. عشان يلبسها قول لي. ها؟ قول لي. ما تقول لي انت. يا غير اقول لي يعني لوحده. الله. والفلوس هتودوها فين؟ احنا هننام عليها لحد الموضوع ما يهدى خالص. وانا مش طمني اللي انتوا مش هتضحكوا عليا. يا جدع عيب، ربنا يديك معروف، احنا مخونش بعض. ثم احنا هنروح منك فين؟ وبعدين ما انت ممكن تبلغ عننا وتكشفنا ونروح كلنا في حديد. عليك نور. ربنا ما يجيب حديد يا اخي. جهزت التاكسي اشحته؟ كله تمام. خلاص، وما نتقابل بكره الصبح انا وانت قدام البنك. ماشي يا عمنا. فلوسك تمام يا سي رمضان؟ تمام يا عم حافظ، كل شهر وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي. شايلنا يا بشبيش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. استاذ رمضان، عايز تقول ايه يا بشبيش؟ انا كنت عايز اقول لك حاجه. طب ما انا كمان كنت عايز اقول لك حاجه. ما تقول.
لا قول انت الاول. انا بقول يعني اسيبك وانت تروح المجمع لوحدك. ليه؟ اصل عايز اشتري الشاي والبن تموين كل شهر يعني. تعرف انك انت ابن حلال؟ ليه؟ لانني كمان كنت عايز اقول لك اسبقني، علشان التاكسيات ما بتوقفش الا للزبون المفرد، فانت لما هتمشي هلاقي بدل التاكسي اتنين. ايوه بس انا خايف يعني تستتل الشنطه. شنطه ايه اللي هستتقل؟ ما انا متعود عليه كده. طب استاجز انا بقى. يلا خد بالك دي عهده. يلا بالسلامه. عهده. يلا. ربنا يوفقك يا بشبيش. يلا يا اخوي مع السلامه. سلامه يا بشبيشي. السلامه يا اخوي. السلامه يا بشبيشي. لا مؤاخذة جت سليمة. جت سليمة يعني ايه؟ ده انت كنت هتموت. والله ماشي بكلم نفسي، مراتي بتولد. وانا مال؟ مراتك بتولد كنت هبلت الهبلة دي. معلش. حقك عليا، حقك عليا. يلا روح. تاكسي. فاضي؟ على فين؟ هديك اللي انت عايزه. على فين يعني؟ البغالة باب الشعرية. اخد 5 جنيه. انا موافق. الله يخليك يا ابني. ما الخدمه فاضيه قدامكم اهي. اهي فاضيه.
في 35 قرش تاخدوهم دلوقتي تفكوا نفسكم بيهم؟ طب بقول لك ما جبتش فلوس من البنك، دي مسألة كسل بقى. احفظ لسانك يا اخي، انا بقالي 15 سنة بشتغل، لا عمري كسلت ولا عمري خدت تعريفة من حد بدون وجه حق. امال فين فلوسنا؟ الله ما تقولها يا اخي، اختلستيه والله العظيم، ثلاثة بالله العظيم اختلستيه عشان تبقى ملحوقة على المروح قوي يا اختي. لا هذا انت مؤكد حصل لمخك حاجة. عيب يا اخيني، انا اعقل منكم كلكم. وفي واحد عاقل في الدنيا يقول الكلام ده؟ والله ده اللي حصل بقى. لا مش هينفع الكلام ده. اوعى تتهور، اوعى تتهور مع عرضك يا اخيني، اوعى تتهور ليحبسوك، ده اعتداء على موظف عام. خد انت ال 35 قرش دول ليه كلهم؟ اديهم ايه؟ خدهم يا جدع. 35 قرش ايه؟ يا اخوانا احنا لازم نروح للمدير العام ونشتكيه عشان نشوف صرفه في الجامع ده. يلا بينا، يلا بينا، يلا بينا، يلا بينا. ايه اللي حصل ده يا رمضان؟ هي صوره؟ انا عايز اقول كل شويه، قلت لك يا اخي انت سام ابني اعمل الشهاده. حاضر. الله، ايه الحكاية؟ الله، هو سرق فعلا؟ امال اللي احنا خدناها دي ايه؟ صابونة؟ ولا يكونش اتجنن عشان اكتشف السرقة؟ والله ما انا عارف، يمكن انا اللي هتجنن. انا مش عارف ايه الحكاية بالظبط. السلام عليكم. خير؟ خير ايه يا فندم؟ ايه التهريج اللي بيحصل ده؟ التهريج ايه لا سمح الله؟ ازاي محافظتش الموظفين دي لغايه دلوقتي؟ ثم ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ انا قلت لهم على الحقيقة. بلغت البوليس. بوليس؟ بوليس ايه يا افندي؟ هم مش قالوا لك اللي انا اختلست؟ يعني الكلام ده مظبوط؟ ايوه مظبوط. انت عبيط ولا بتستعبط؟ ولا عبيط ولا بستعبط. تبقى اتجننت؟ ولا اتجننت ولا حاجه. حضرتك المدير العام، وادي رمضان، ودي تليفون، ودول الموظفين، وبره السكرتير الغليظ بتاعك اللي اسمه عزيز، سم واحد اختلس، فيها ايه دي؟ واحد شايل دقنه، التاني زعلان ليه؟ هو اللي يختلس يقول انا اختلست؟ لا، وكمان انا راجل ما عيبش اللف ولا الدوران، ابقى غلطان؟ يا رمضان، يا رمضان، انا كراجل مسؤول ما اقدرش اسمح بمهزله زي دي، انا مضطر ابلغ البوليس. ما قلنا كده من الصبح ما سمعتوش كلامي. حر، اتفضلوا على مكاتبكم. اما انت بقى فانا مضطر اتحفظ عليك في مكان امين. اطلب لي اسم عصر النيل. هي يا رمضان، انت ناوي تتعبنا يا ابني؟ يا بيه انتوا اللي عايزين تتعبوا نفسكم. واحد بيقول لكم انا اختلست وبعدين؟ ولا قبل ايه؟ سيادتك تعمل اللازم وتخلصني. وايه هو اللازم بقى يا سي رمضان؟ محضر وسيادتك تكتب فيه ان المذكور اختلس مبلغ 400,000 جنيه و94 قرش ونص، واعترف المذكور باختلاسه المبلغ، وسيادتك تحول المحضر للسيد وكيل النيابه الذي يامر بالقبض عليه وحبس حبسا مطلقا على ذمه التحقيق. بس في حاجه دي، هو انا هعرف سيادتك شغلتك لما اخذه؟ ما تتفرجش حق كده ولا ايه؟ ما تقول ده اسمك ايه؟ ده الاختلاسات يعني شغاله ولعه. ده انت مصيبه، انت مين ملاحق علينا؟ لا هو انا عشان جبت لكم دغري ابقى بتلاقى عليكم حاجه يا اخي. انت مالك مكشر كده ليه كده؟ ادخل. سيادة وكيل وزارة. خليه اتفضل. اتفضل يا سلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. اتفضل يا فندم. الوزارة مقلوبة. اتفضل. خير؟ تم ايه؟ مصمم يا فندم على اقواله، بيقول ان هو اللي اختلس المبلغ. ليه يا رمضان ليه؟ وكيل الوزارة بيقول يا رمضان يا ابني، ده ايه الامل اللي الواحد فيها دي؟ اخيرا بكلم وكيل الوزارة وبيبتسم لي ابتسامة ذات مغزى. شوف هذه اهمية ان تكون مختلس، انك تكلم وكيل الوزارة شخصيا. ليه يا ابني كل ده بس؟ انت زعلان مني ولا ايه؟ وكمان بنتعاتب عتاب الاصدقاء؟ شوف الحلاوة. يا راجل ده انا حفيت عشان اقابلك، دول قالوا لي انت اتجننت، سرب بنكله يا ابن اللي به وكيل الوزاره، ده يعتبر تخاطي للرؤساء وتروح في سين وجيه. خير؟ كنت عاوز مني حاجه؟ كنت عايز اشكلك وجعتي، كنت عايز اقول لك تقول الكمبيوتر بتاعكم ده يختش على دمه ويديني شقه ولا اوضه وصاله تنيل اتجوز فيه. يا ابني ما انت عارف الكمبيوتر ما الناس سيطره عليه. ما هو يا ابني الكمبيوتر ده بيشتغل عندكم، ويا ابني انتوا اللي بتدوا المعلومات، ويا ابني انتوا اللي بتاكلوه الكوس، بدليل انه عمره ماده الا للمدير العام
والمراقب العام والمشرف العام والمتنايل العام. على كل حال يا ابني، اذا كانت ضاعت منك الشقه هنعوضها لك بحاجه تانية احسن منها 100 مره. ايه رايك يا سيدي حدك حته ارض تبني عليها اللي انت عايزه؟ فين؟ في السلوم. في السلوم المستقبل كله هناك. لا وايه، الجمعيه عامله المتر هناك ب 50 قرش. عايز نسكن بعيد عن القاهره ب 450 كيلو؟ دي تبقى تصيف فيها يا ابني. اصيف ايه؟ هو انا عارف اشدت الاول لما هصيف؟ انت عملت زي لما وزعت عينك يا سطور، طلع نصيبي متر ونص وديتهم للترزي قلت يعملهم لاي حاجه. عارف قال لي ينفعوا ايه؟ ايه بالظبط زي ما قال الافندي كده. اعقل يا ابني ورجع الفلوس. مستني كلامك. انا هتودي نفسك في ده يا سيد؟ الله يشكرك، الله يخليك، شاكرين قوي. يلا ونبي حاج مامور، يلا حاج ابوك خلصت، يلا يلا اقلب اي حاجه. البيه الوكيل هيبقى السره، والبيه الوكيل عايز يتغدى مع اولاده كمان. يلا حاضر حاضر يا سيدي، خدوا يا رخيم حسنين حطه في العكس. حاضر يا فندم. ربنا يخليك يا شيخ، زخرت وبعدت زخر العداله. يلا حسنين يلا. باي باي يا وكيل. باي باي يا ابني. باي باي يا اخويا. يلا يلا امشي قدام، ما تخافش، امشي خد من ايه. يلا نضرب قدام، امشي. خد اذن من النيابه بتفتيش بيت المتهم واعمل تحرياتك يا سعيد. حاضر. انما انت مودينا على فين؟ موديك تشرب القهوه في الشارع. انا بشربها مظبوط. يا دمك يا اخي. بقول لك ايه؟ ما تيجي بدل ما نروح حجز ومع ناس سيف، نروح على السيف على طول ونخلص. انت مستني قوي. لا بقول لك ايه؟ ما تزقنيش، انا بقول لك اهو، انت واخد واحد سرق 400,000 جنيه، مش واخد واحد سرق جزء من الاخر ولا نشيله جزء جنيهات؟ انا بقول لك روح احترق نفسك. طب تعالى خش يا غمر. ازيكم يا قباش؟ يا سفلة القوم. مش انتوا سفلة القوم برضه؟ وقباش؟ دي أوضة رمضان؟ أي فتشوها. ليه يا حضرة الضابط؟ رمضان اختلس من رقبات الموظفين. رمضان كويس قوي يا حضرة الضابط، مش ممكن يمد ايده على حد غير. بعترف. مش ممكن، انتوا أكيد ضربتوه. احنا ما ضربش حد. معقول؟ مش معقول. معقول رمضان يعمل كده؟ مش معقول. مش ممكن. مستحيل رمضان يختلس. متأكدة إن المسألة فيها حاجة غلط، رمضان مش ممكن يعمل كده أبدا. يا أختي كفاية الفضايح والبوليس دخل بيتنا. أنا أقول لي يا جدع، أنت أنتوا بتدوروا على كام؟ 400,000 جنيه. 400,000 جنيه؟ بقى المسخمط على عينه ده يمشي 400,000 جنيه؟ اختلس يا أخويا. اختلس ولا ما اختلسش، المهم إن خدهم. أه منه الساهي السهتل ده. يا ماما حرام عليكي بقى. مفيش حاجة يا فندم. احب انبهكم اذا كنتم مخبين اي حاجه هتقع تحت طاقيه القانون وهتجيبوا نفسكم الاذى. احنا ما نعرفش حاجه، خليكم ماسكين في الحمار. الحمار قال ده احزن لحمير. يا اخوانا عيب كده، العطره دي مش معقول. هنفضل مرمين كده لغايه ما تخلصوا اجراءاتكم؟ اسكت يا جدع انت، اسكت وروح اقعد مكانك. وحياه ابوك يا عسكري يروح يقول لهم الاخ رمضان زهق من القعده. قلت لك اسكت لحسن اقوم اكسر دماغك. يا جدع صلي على النبي كده، وانت تقدر تعمل حاجه؟ حق عليا يعني اللي عايز افضلكم مكان لزاهر اخر. ارجع مكانك يا اخينا انت. رمضان علي. ازيك يا رمضان؟ ازيك انت علي؟ معايا سند انت. ايه اللي حصل يا رمضان؟ بعدين هقول لك كل حاجه. ايه اللي جابك دلوقتي؟ انا جايبه لك لقمه. تعيش يا علي تعيش، هات منها الاكل يا عسكري. انت بتتامر قوي. والنبي يا اخويا بتديله الاكل. حاضر يا ستي، هو مسموح له باكل مدني، بس امشي انت. روحي انت عليه، روحي وحطي في بطنك بطيخه صيفي. ازاي بس يا رمضان؟ يا ستي امشي بقى، ما تودينيش في داهيه. الله، امشي مكانك يا جدع انت. مش لما تناولني الاكل الاول؟ حاضر يا سيدي حاضر، اتفضلي يا ستي. مع السلامه. وانت حلويت وبقيت ملفوفه كده. مع السلامه. خلي بالك من نفسك. انت محلويه كده. ها ايوه يا سيدي اهو، هات الاكل يا باب. طيب يا سيدي اتفضل. اتفضل انت. تعالى هنا، انا بقول للعسكري. اقعد يا رمضان.
كل تقارير المباحث اللي قدامي بتقول انك كويس وسمعتك طيبه وانك ماشي دغري. ما هو دي اللي انا بقولها بيه، انا فعلا ماشي دغري، عشان كده لما اختلست جبت لكم على بلاطه كده على طول. مش احسن ما كنت حرقت لكم الخزنه وتقعدوا تحققوا موسين وجين وتقلبوا دماغكم؟ لا يا بيه لا، ويمكن انكشف او ما انكشفش. انا ما بحبش الطرق دي، انا لا بتاع ماس كهربائي ولا عقب سجاره. اختلاس، واختلاس حقيقي وقوي وواضح، وديتها معروف من 7 ل 10. من 7 ل 10 ايه؟ من 7 ل 10 سنين سجن، كما هو الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات، يعاقب بالاشغال الشاقه المؤقته كل موظف او مستخدم عمومي يختلس اموالا او اوراقا او امتعه سلمت اليه بسبب وظيفته. وانت عرفت الحاجات دي كلها منين؟ الا لا انا ما قلتلكش. قال ايه يا سيدي؟ كنت انا طالب في الحقوق بس بطلت دلوقتي، بس حافظ الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات كويس قوي، كويس قوي قوي قوي. بس يوم واحد سجن بفلوس الدنيا كلها يا رمضان. طب وايه يعني؟ ما انا مسجون جوه نفسي ومفيش حاجه عارف احققها. طب ما تاخذنيش انت لو مسجون جوه نفسك انا عم 100 مره مما لو سجنت في سجون مصر كلها. يلا بيه، يلا خلصنا حياه ابوه، يلا بالقضيه جاهزه وواضحه والزبون مدب ومعترف، واحنا جاهزين، احنا جاهزين قوي. طب ليه عملت كده يا رمضان؟ قصدك البواعث يعني يا بيه؟ هي ده عايز اسال. واحد تحت ايده 400,000 جنيه، حسبته لقيت نفسي عمال ما اخرج على المعاش هاخد 6,000 جنيه نقطه نقطه. طب خليك انت مكان. تاخد الحكايه ببساطه قوي. ما هو يا بيه لو قانون العقوبات بيقول ان المختلس يعدم كنت فكرت شاورت عقلي، لان العمر مش معزق، وحتى لو غيرت القانون دلوقتي مش هيطبق علي. ليه بقى؟ لان الجريمه حصلت في ظل القانون القديم. ها منطق مش كده؟ انت طلعت لنا منين؟ واشمعنى انا يعني اللي طلعت لكم منين؟ ما الدنيا مليانه حراميه. طب فكر وارجع في كلامك وانا هحفظ المحضر. افكر؟ افكر في ايه؟ يا سعاده البيت، انا لو كان حصل عندي 50 جنيه عجز في الخزينه كانوا اعتبروها اختلاس زيهم زي ال 400,000 جنيه، هيطبقوا الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات، جنيه زي 1,000، يبقى انسرقت سرقه جمل. شغل بالك انت على راي الوليه القرشانه بتاعت الكرو. يعني مفيش فايده في دماغك؟ انت بتضيع وقت سعادتك. خلي بالك كويس ان احنا هنجيب الفلوس، وساعتها اللي حطوا له ابيض ولا اسود وهتتحبس برضه. وما حياة فرص برضه يا باشا. طب انت هتخرج دلوقتي؟ اخرج اروح فين؟ هتخرج بره؟ هتروح؟ انا ليه؟ كده هتدفع كفاله وتروح لغايه ما يتحدد لك جلسه. طب انا ما عنديش فلوس ادفع الكفاله. ما عندكش فلوس؟ واحد 400,000 جنيه وما معكش فلوس؟ لا ما هم دول ليهم اوان تاني خالص، ولا العفاريت الزرق يعرف مكانهم دلوقتي. لما اخرج من السجن وعليه خير بقى يبقى فيه كلام تاني على راي محمد لطيف. شفت ماتش الاهلي والمحله؟ سيبك من الكلام ده دلوقتي. يعني انت مش عايز تخرج بكفاله؟ يا بيه انا عايز القضيه تخلص اوام، والحكم اوام اوام، والسجن اوام اوام، عايزين نخلص. الله، ايه اللي هيخرجني ويدخلني؟ على كل حال انا اقدر اخرجك من غير كفاله بضمان بطاقتك الشخصيه او محل سكنك، أو تلاقي لك محامي دافع عنك. والله يا سعادة الباشا المسألة لا محتاجة محامي ولا غيره، القانون واضح والمادة معروفة ومحفوظة. إن أنا قدام حضرتك عايز تخرجني خرجني، يمكن لك هدف تاني. طب هات بطاقتك الشخصية. معيش بطاقة. إيه؟ وروني بقى هتعملوا إيه؟ ولا يمكن حضرتك أهو؟ لا في بطاقة. أهي أهي، يمكن لك هدف تاني. بس شفت الصورة بتاعتي حلوة. طب اتفضل اديها لهم. حاضر. صورة جميلة من ساعة ما كنت في الإعدادية. أي والله. اتفضل امشي. هات يا سيدي. اتفضل. ما تخلي. مع السلامة. أي والله خلي التذكار مع حد. مع السلامة. سلام عليكم. مش عايزين أي حاجة من بره؟ مع السلامة. سلام عليكم. روح فين يا فينا؟ خش. خش. إيه يا أنا عيني؟ البيه الوكيل هو اللي خرفني. سيبه عسكري. ده حاجة عجيبة. عمرك شفت حرامي بيخرم؟ ده بيبقى قاعد قاعدين وبيخرج بكفاءات بيضيعوا وقتهم. اتفضل. لا مش انت، انا بقى المره. السلام عليكم. عايزكم تراقبوه كويس. تفتكر سيادتك انه مش عامل حسابه؟ اكيد عامل حسابه طبعا، لكن اهو اجراء يمكن نعرف بيه اي معلومات تفيدنا عن مكان الفلوس. المهم عندنا دلوقتي الفلوس. حاضر يا فندم. Thank you.
وانا اللي انت ايه هرب؟ ايه وهرب؟ واللي هيلاقيني هيديله مكافأة 50,000 جنيه. حرامي حرامي اوعى تدخلها. حرامي حرامي ايه كتكنين؟ واحنا ناقصين؟ هم راضين حد يسجنوني؟ يلا امشي بلا قلب يا كفار. رمضان ماما يا ماما. ايوه يا عليا في ايه؟ رمضان رمضان جه يا ماما. رمضان رمضان الحمد لله على السلامة. ازيك يا علي؟ ليه عملت في نفسك كده يا رمضان؟ ازيك يا رمضان؟ ها عملت ايه؟ خدوا منك الفلوس؟ هما مين دول؟ الحكومة. ما يقدروش. امال حصل ايه؟ سابوني لغايه ما حددوا ميعاد الجلسه. يا اختي عليك اسم الله يا اخويا انت تعبان. خش يا حبيبي. اهلا وسهلا خطوه عزيزه. اتفضل يا اخويا اتفضل. اقعد يا حبيبي اتفضل اتفضل يا حبيبي. اهلا يا روح قلبي. عليا اعملي شاي لخطيبك ولا اقول لك اعملي شربات؟ لا بلاش. امال عايز ايه يا اخويا؟ انا جعان. يا عينيا الاثنين دقيقتين وهحضر لك الاكل. يا اختي عليك وعلى جمالك يا اختي حلاوتك. الا قول لي يا اخويا هم صحيح كام؟ هم ايه دول؟ 2 مليون. ايه؟ 2 مليون. 2 مليون؟ يا نهار ازرق. هي الاخبار عبال ما وصلت هنا بقوا 2 مليون؟ امال كام يا عين امك؟ مفيش والله مفيش. هم 400,000 جنيه عمر. عمر؟ عمر ازاي بقى؟ حلوين يا اخويا حلوين. دول يجيبوا 4 عمارات ويجيبوا تاكسيين ويخلوا العيش نغنغه. اما قوم يا اخويا اعمل لك لقمه تاكلها يا ضنايا. ربنا يخليك لشبابك. عليا خلي بالك من خطيبك يا حبيبي. ايوه خلي بالك مني لنط من الشباك. بايخه مش كده؟ عملت كده ليه يا رمضان؟ عشان نعيش. امتى؟ كلها كام سنه؟ اكني سافرت اي بلد عملت قرشين ورجعت. بس دول بقى مش قرشين. دول 400,000 جنيه. اموال الدنيا كلها ما تسويش انك تعمل فيا وفي نفسك كده. كفايه انك هتبقى رد سجون. يا ستي رد سجون رد حواري. الناس مالهاش غير اللي قدامها. ثم انت مش كنت زعلانه ان انا ما عنديش شهاده جامعيه؟ ادينا هجيب لك شهاده جامعيه من جامعه ابو زعب. انا ما بهزرش دلوقتي يا رمضان. خلاص على العموم الكلام جه متاخر يا علي. مش متاخر ولا حاجه. انت ممكن ترجع لهم فلوسهم. قال ده احنا نبقى بنهزر بقى يا استا علي. وانت فاكراني يعني لما هرجع لهم فلوسهم هيحبوا على راسي ويسيبوني؟ وليه لا؟ الجريمه وقعت خلاص. كده ولا كده داخل السجن وفقد وظيفتي. ثم انا عايز اعرف بقى بصراحه انت قلبك عليا ولا على نفسك؟ تلاقيكي خايف فلا غيب عنك وما تتجوزيش بسرعه. ما تخافيش طمني. الناس بتوصل 45 سنه دلوقتي وما تتجوزش بس بيمشوا يكلموا نفسهم في الشوارع. انا ما بتكلمش على الجواز. اللي بيني وبينك اكبر من الجواز. اكبر قد ايه؟ كم كيلو يعني؟ خليك واقعيه عليه. من يومين ثلاثه امك ما كانتش طايقاني. دلوقتي بتقول لي يا ضناي احنا في زمن بطاقه الانسان فلوسه 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 بس علي. اسال الجعان. جبت لك كوسه ورز وفراخ انما ايه؟ هتاكل صوابعك وراهم. قوم يا كب. كبدهن. احنا بنحلم ولا ايه؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ الحكايه بسيطه يا اخينا. ده فكر في اللي احنا فكرنا فيه في نفس الوقت. يعني هو فاهم دلوقتي انه سرق الفلوس فعلا؟ مفيش غير كده. طب احنا مستنيين ايه دلوقتي؟ ما نوزع بقى كل واحد ياخد حقه ونبشبش الانتيكه ولا ايه يا هلوتي؟ لا بشبيشي انا مش موافق على الكلام ده. ممكن الواد ده يكون اخبث مننا ومرتب لنا حاجه. احنا ننامله في الدره لحد ما نشوف ايه الحكايه. عندك حق يا هلوتي تخاف. الخوف اجدع عشان في الضمان. واللي بأكد لي نظريتي انهم خرجوه كفالة. انا سمعت انه خرج من غير كفالة كمان. رايح فين يا حنية؟ الله اكبر. قاموس الفاظك بقى حلو قوي يا حماتي. انت طول عمرك غالي عليا يا رمضان. تعالى كلك لقمة. اكل ايه يا ولية؟ ما انا لسه بتغدى. وماله كل كمان هتنزل على لحم بطنك. تعالى انا عايزك في كلمتين. تعالى تعالى. كلمتين ايه بس؟ تعالى
عايز ايه؟ انت طبعا مدكن الفلوس. ايوه طبعا مدكن. ما تجيبش الهمنك معايا. هتشيلي لي 400,000 جنيه؟ وماله في الحفظ والصوم؟ طب ما انا اشيلهم في الحفظ والصوم. طب هتدفع المهر امتى؟ يا حماد انسي الفلوس دلوقتي خالص. يا ابني قبل المهر ما يغلى. يا ست بغنيه زي ما انت عايز، انا جاهز. طيب يا ضنايا. هتفضلي قاعده كده على طول؟ مش هتقومي؟ حاضر. قوم انا عايز اقفل الباب. طيب مالك انا قومي. زحمطتني. خيرك سابق يا عم رمضان. يترد لك ان شاء الله في قضيه تمويل. طول عمرك دمك زي العسل. انا جايب لك شويه بقاله حلوين قوي. كتر خيرك. كتر خيرك يا عم سويلة. بقول لك انا عايزك في كلمتين. نعم. شوف يا سيدي دلوقتي لما اقصد في دي الكلمه الناس بتقلب دكاكينها بتعملها السوبر ماركت. فكره حلوه. ها؟ وانا بقى لما اقصد يعني عايز منك قرشين سلف هتبقى حلوه وانتبه جدعانه. سلف منين يا عم سويلة؟ الله 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 الله. من الهف اللي انت هفه. من الهف اللي انا هفه؟ طب انا هفيه، انت كمان تهف؟ الناس لبعضيها يا رمضان. الناس لبعضها في الهف يا عم سويلم. الله صدق من اللي انت سارقه. صدقه؟ الصدقه ما تجوز الا من مال الحلال. احنا هنقوم متشكرين قوي على الهديه دي. لا يا اخويا سيب هديه دي. لا يا شيخ. يلا مزيكا. يلا امشي بلا فلقه بلا مزيكا بلا غنى بلا يلا. يلا على رايك بلا نيلي. يا ساتر. انا همشي من هنا، تعال وراي. السلام عليكم. السلام عليكم. تشرب ايه يا شاويش؟ افندم تشرب ايه؟ هو انت تعرفني يا جدع انت؟ الا ما اعرفكش. بقى تبقى ماسك جورنال ولابس بنط وجزمه ميري وعايزني ما اعرفكش. قول لي اللي بعتك مفيش فايده. انا مش ههول يمه الفلوس دي نهائي دلوقتي. انت كده بتتعب نفسك على الفاضي يا شاويش. ايه حكايه شاويش دي؟ هو انت لسه ما ترقيتش؟ طب وبعدين؟ هتفضل طول عمرك نفر كده؟ ها؟ ما تقدم شكوى. قدم شكوى عشان يرقوه. ده انت كبرت في السن. اي أيوة والله كبرت في السن وصحتك بقت عيضه عيضه. هو انت قادر تقف على حيلك يا راجل؟ زمانك دلوقتي بقى مصولات. اي أيوة والله العظيم والله العظيم ثلاثة بقى مصولات. الظالم الظالم وخد حقك. بلك انا لو اقدر اساعدك كنت سعيد. كنت عرفتك سر. بس دي معقوله؟ اضحي ب 400,000 جنيه عشان واحد تافه زيك؟ دي معقولة؟
الحق ده لو حصل وعرفت سري يوه يوه كان زمانك دلوقتي طالع في الجرايد وبتسلم على المسؤولين ويدوك 2 جنيه مكافأة. أنا مش فاهم حاجة. أنا بقى فاهم. إيه اللي وقع منك يا دي؟ دلوقتي مش بنفر وجزمه ميري. ده انت بلوم سيح. الله يسامحك. بقول لك ايه يا حلو، بدام انت راجل بتشتغل جامد كده ما تستقيل. استقيل؟ ايه واستقيل؟ اشتغل في القنده من بتوع الاستثمار او في مزرعه فراخ، حتى اكل وتشرب ويدوك في داخل وانت مروح. يا اخي سيبني في حالي وغرفه 60 داهيه. ده انت قلق. ما انت مالش حق. طب طلعني من البرميل. طيب انت نفر. انت عاوز ايه مني؟ مش ورايا ليه؟ حرق عشان اقول لمراتك على كل حاجه بتعملها، هقول لها انك انت بتعاكس بنات في الشوارع. يعني مفيش شيء. حويس حرش جديد يا فندم. اصدرنا امرنا بالقبض على المذكور ويحال الى محكمه الجنايات. شوف اقرب جلسه عندك. يا رمضان. افندم يا سعاده البيه. لسه مصمم على اقوالك؟ وهغير اقوالي ليه يا بيه؟ احنا الحمد لله طول عمرنا كلامنا واحد، احنا عيال جدعان قوي. جاوب على قد السؤال. حاضر حاضر يا بيه. انا بديلك فرصه اخيره، اذا ارشدت عن مكان الفلوس هيراعى ذلك عند الحكم وسيكون مخففا بما يسمح بذلك القانون. يا سعاده البيه، انا لو عايز اقول على مكان الفلوس كان لازمتها ايه اللمه دي؟ دي قاعدة متكلفة برضه. النيابة تحب تضيف شيء؟ النيابة مصممة على طلباتها يا فندم. الدفاع يتفضل. أود أن أضيف أن موكلي. يا أستاذ أنا لا وكلتك ولا شربتك، المحكمة هي اللي أنت نبيتك للدفاع عنها. ثم إن الحاجات دي كلها ملهاش لازمة. أنا راضي بحكم البيه القاضي السكرة دي. يلا يا بيه، يلا ترسيني 7 سنين ربنا يخليه. اسكت يا رمضان. خلي الاستاذ المحامي يشوف شغله. يا سياده الرئيس، القاعده القانونيه بتقول انا اللي اتكلم وهو اللي يسكت. القضيه قضيتي وجوع حاول ابلع بطوره. يا استاذ رمضان انا عاوز اساعدك ارجوك. ارجوك انت يا استاذ خليك في حالك واقعد على المعروف. سيبني في حالك. اقعد الله لازيق. سيدي الرئيس، واضح ان المتهم لا يأبه بالعقاب ولا بد من الشده مع امثاله ليكون عبره لغيره. ايوه ايوه يا بيه، انا عبره لمن لا يعتبر. الحكم بعد المداوله. رفعت الجلسة. كمان اجيب لك شاي يا رمضان؟ ملوش لزوم، ابقى اشربه في ابو زعبل بقى. يا خسارة يا رمضان، ضيعت نفسك وضيعتني معاك. مفيش حد ضاع ولا حاجة. بيتهيأ لك. تفتكر مصيرك هيكون ايه دلوقتي؟ ومصيري انا كمان هيكون ايه؟ انت لعبت بالنار والنار هتحرقك وتحرقني. ايه الكلام ده؟ انت هتعمل ايه اللي فيها يوسف وهبي؟ انا عايز كلام اسماعيل ياسين بصراحه. محكمة. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم رمضان ابراهيم اسماعيل بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. رفعت الجلسة. يا حرام يا حلال. عاشت المادة 112 الباب الرابع من قانون العقوبات. عاش القانون الفرنسي. عاشت فرنسا حرة وعاشت مصر حرة، وكل واحد حر يعمل اللي هو عايزه بفلوسه. خد بالك من نفسك يا رمضان. ما فيش دعوة، ما تخافيش عليا. خدي بالك انت من نفسك. استنيني. خدي بالك منها ام علي. فعليا ما معكش يا اخويا اشم وقتل. منين يا حسرة؟ منين؟ مثلك انت. مثلك قلبي معاك يا استاذ رمضان. خلي قلبك على روحك انت. ما كويس، مش دعوة خالص. يا بلا شوية.
يلا يا اختي يلا. خش يا مسؤول. الا ولزومها ايه المعامله دي؟ السلام عليكم يا مجرمين يا اوباش يا زبدة المجتمع. اسمك ايه يا ايه يا دي؟ مش عاجبك يا الا هو من اولها كده؟ تعال هنا يا اجي هنا فين؟ هاتو الله بالراحه علينا شويه مش كده؟ هنا ما حدش يفتح بق. هو انا لحقت اتكلم ولا ترد؟ انت قضيتك ايه يا ما ترد يا انت مش قلت ما تفتحش بقك؟ هتكلم ازاي وانا قافل بقي؟ طب افتح. مش فاتح، انا بقفل بعد الساعه 7 حسب قرار السيد المحافظ. حلو حلو انت هتهزر يا بسم الله. عيشت الله يحفظك يا امير. هو في ايه؟ هاتو اصل هنا مفيش حد يفتح بقه، فاهم يا؟ اشمعنى انت ما انت فاتح بقك اهو؟ انا افتح وقت ما يعجبني، فاهم؟ ايوه بس اصل ده قرار من السيد المحافظ. انا ما عنديش محافظ يقفلني. انت بتبص علي انا بضربك انت؟ ما انا معاك. ايوه بس انا مش معاك. بسم الله. عيشت الله يخليك امير. وضبوه ما تيجي تاكل معايا. طب بس يوضبوني واجي لك على طول. يلا يا جماعه وضبونا عشان عايزين ناكل لقمه مع الراجل. عيشت الله يخليك. ده التوضيب هنا اللهم صل على النبي. انما حضرتك اسمك ايه؟ قباب. مين؟ قباب. قباب من امتى؟ انا مولود قباب. مولود قباب؟ ايوه. اللهم صل على النبي، مولود قباب. الظاهر يا قباب فيه توضيب تاني. مش عايز نفس في العنبر. اتأدبت يا؟ ايوه اتأدبت. اتأدبت وتهذبت وعرفت ليه هما بيقولوا السجن تأديب وتهذيب واصلاح. ما حدش بياكلها بالساهل. انت جبت الفلنة دي منين؟ ايه؟ اصل انا عندي زيها. ايه؟ اصل هنا ما حدش يفتح بقه. ما اقدرش، ده قرار من السيد المحافظ. انا ما عنديش محافظ. بسم الله. عيشت الله يخليك. قلت لي اسمك ايه؟ ابو قاب. قاب ايه؟ حد اسمه ابو قاب.
يا بشبيشي. عيون بشبيشي. هتقدم استقالة امتى؟ لا انا مش هستقيل ولا حاجة، انا غبت، هما دور في دول. لا كده ما مشيش. لازم تقدم استقالة عشان ما يقولوش راح فين. اقطع حيله وسيح دمه كده. هروح استقالة جدع. انت تستحق كامل الاحترام يا عم. احنا ناس غلابه. غلابه مين؟ تخبط 400 باكو، الباكو فيه 1000 ليمونه وتقول غلابه؟ ده احنا حراميه كسر بقى. كسر طبعا كسر. ده الحرامي مننا عامل منظره يا دوبك يوم ما ياخد له شراب تلفزيون اي حاجه من على حبل غسيل، وانت تهبد الهبده في خبطه واحده. قال انت هتنق؟ نق مين يا استاذ؟ الله يبارك لك في الليمون. ايه حكايه الليمون دي؟ ده الاسم الكودي للجنيه مؤاخذه. حلو تسميه حلو. فعلا الجنيه ما بيستحملش عصره ليمونه. انت بتعمل ايه؟ حكم تكنس مين؟ تكنس مين؟ انت ما تكنسش، ده انت الاستاذ، ده انت الكومانده. كومانده؟ العفو يا معلم. معلم مين؟ ده انت زيد المعلمين. سلام مخصوص لقصه اللصوص، وسلام لزعيم البواكي. سلام لقصة الحرامية، سلام للزملاء الكركية، سلام لقصة الحرامية، وسلام لإخواننا الكركية. البواكي حلوين حلوين، يا سلام الحلاوة من قدك مين؟ من قدك مين؟ من قدك مين؟ أنت كبير المتصيد، أنت بتخبر وإحنا نعيط، ناكل يامك على طعمية، وأنت الفراخ 100%. ناكل يامك على طعمية، وأنت الفراخ 100%. اللز والفستق بتقرقش، وإحنا بنتغدى حرنكش، وإحنا بنتغدى حرنكش. دنيا هي الدنيا، فيها اللي فوق فوق فوق، فيها اللي تحت تحت تحت، فيها اللي فوق فوق فوق، فيها اللي تحت قرش تسوى قرش، معكش قرش ما تسواش قرش، والدنيا هي الدنيا، فيها الضعيف وفيها بكرش. قرش 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 قرش. والحرامي دايما هباش، الهباش عمره ما يعلاش. قول لنا يا كبير الحرامية، يلا الهبر عندك غية. قول لنا يا كبير الحرامية، يلا الهبر عندك غية. احنا الاوباش الحرامية محفوظين 100%. احنا الاوباش الهجان ضربوه. يا سلام يا سلام، اهو ده الهجان ضربوه. يا سلام يا سلام، اهو ده الهفاف ضربوه بيخاف. اهو ده الهفاف ضربوه بيخاف. اهو ده النشال، اهو ده النشال، اهو ده النشال، وكل اف وله حلال. حرامي العشة الفاضية فاضية فاضية فاضية، وده هبر الضربة القاضية. كرش 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 كرش. دول الحرامية الفكة فكة فكة فكة، في الصنعة دول عالم سكة 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 سكة. دول الحرامية الفكة فكة فكة فكة، في صنعتنا دول عالم سكة زمايلنا السكاك. السك واحد ضيف شنطة وزق عجلهم على طنطة حبس طوانطة. يا ابو عالم سكة بتوع الفكة، عالم سكة بتوع الفكة. صباح الخير سعادة الباشا. صباح الخير سعادة الباشا. سعاده الباشا، انت بتكلم مين؟ عم نجاتي. بكلم سعادتك انت. سعادتي؟ ايوه.
خير. أنا ليا طلب عن سعادتك. تحت أمرك. أنا عندي ولد لا مؤاخذة يعني دبلوم تجارة وبيشتغل في الحكومة. ربنا يخليهولك. أيوه بس سيادتك عارف يعني إن ماهية الحكومة مش ولا بد. وهو ابني الوحيد على ست بنات وهيبقى العقل الوحيد بتاعهم واللي هينفق عليهم بعد مني. ربنا يخليه لك ويخليه. ويخلي سعادتك. بس انا عشمي في سعادتك يعني ان سعادتك لما تطلع بالسلامه ان شاء الله تشغله لي. قوي قوي عينيا الاثنين. طب لو سمحت سعادتك يعني كارت من سعادتك عشان يبقى يجي ليه لسعادتك. كارت؟ ايوه. بس ده لسه بدري. ايوه ما هي الايام بتجري بسرعه. على كل حال انا لسه ما طبعتش كروق. على العموم خليها بقى سعادتك. تسمح سعادتك يعني تقبل مني سجارة. قوي. تشكر يا عم نجات. شكرا يا سعادتك. شكرا. سلام. اول مرة لاقي سجان بيرش على مسجون. يا بركة الرزم. بصراحة انا زعلان. الموظفين في المصلحة هزقوني عشان اتغنيت. يعني انت وانت فقير وزق وانت غني بيهزقوك. دي طبيعتها شحاتها. المهم ما يكونش لاحظوا اي حاجة بالنسبة لموضوعنا. لا ما تخافش هلوتي السيل اتدفق في السجن مع رمضان. وعلى فكرة عايز اقول لكم حاجة، انتوا نمتوا على الموضوع ولا ايه؟ مش هنوزع فلوس؟ ما غريبش بيشي. الله تنقصك حاجة يا راجل، ما احنا عايشين اهو فل الفل اهو. الله لسه واخد باكو ولا عايزني نفترق بقى؟ اعوذ بالله نفترق؟ ده احنا اصبحنا واحد. يا سلام عليك انت يا مثقف. بيقول لي مثقف. انا ساحي يا جدع. انت احلى ساحي يا جدع. ساعد لينا في الخير. ما تسعى انت وجيب لنا ازازه مليانه. طيب يا سلام عينيا. خد فلوس وانزل اشتري ان شاء الله تجيب البحر بحاله. يا عم فلوس ايه؟ يا رح خد. يا عم ده انا يالي فلوس كتير هنوديها فين؟ عم انا جدع ده من بجربان. هيقول لي تحط فلوس وتحط رجمل يا بشبيش رجمل. الله امسك على فين يا بشبيش؟ انا نازل اشرب من البحر، قصدي اشتري البحر. ما تيجي معايا يا شيخ؟ يا عم وانا شايف قدامي. روح انت. طيب. خرع فين؟ الباب هو هنا. كل الطرق تؤدي الى المصلحة. قشطة. اهلا يا نونوس. اهلا يا نورة حلوة. انا عاوز ازازه كونياك سكر بره. سكر بره؟ لا مؤاخذه السكر بره. اصل كان عندي موظفين يطلبوا مني الخمره سكر بره، وناس منهم بقى تطلب الخمره كشري. كشري؟ كشري انا قصدي البتاع ده اللي بيشربوه على اولى ده اللي اسمه الشاي. انت عايز شاي ولا خمره؟ شاي ايه يا راجل بقى؟ ما ربنا تاب علينا منه بقى. ما تبصش لمنظري، انا راجل محترم، اوعى تفكر ان انا كنت ساعي. اتفضل بقى يا استاذ. شكرا. شكرا جدا. وبعدين يا هلوتي هتعمل ايه؟ كله هيبقى في الحلاوه يا روح هلوتي. اول ما الباسبورتات بتاعتي انا وانت تجهز نشوف لهم مصيبه نرميهم فيها، وانا وانت اكس على بره. انت بس قريب يا بت، ما تقلقيش يا بت. وانا معقول برضه ادي لكل واحد فيهم التلت؟ دي ضربه العمر على راي المثل. هو انا قلت لك ادفع؟ هو احنا مجانين عشان ندفع؟ كفايه اللي بصرفوا عليهم. ايه اللي على الطريق ده؟ انت الظاهر قطاع الطريق. قطاع الطريق ايه يا اخي انت كمان؟ ادخل.
يعني اشترى منك؟ ايوه يا بيه. الفلوس دي فلوسك؟ انا ما اعرفش عنها حاجه سعاده البيه. ما تعرفش حاجه عنها ازاي؟ ما هي من نفس الفلوس اللي لقيناها معاك. يعني ايه يا بيه من نفس الفلوس؟ فلوس ربنا كلها واحده لا مؤاخذه. انتوا جبتوا الفلوس دي منين؟ باب السما مفتوح سعاده البيه. والرزق بيحب الخفيه. تعرف تخرس؟ اخرس زي البيه ما قال لك. حاضر يا بيه خرسنا. ما لقيناش الهلوت يا فندم. ولا فلوس؟ ولا الفلوس يا فندم. خش يا مسجون اتحرك يا اخويا. انت اسمك ايه وانت اسمك ايه؟ بس ما تقولش يا بس هنا ما حدش بيفتح بقه. انا ما فتحتش بقى بيه انا خدامك يا ابني. هنا ما فيش خدام بقى حد بيفتح. وضبوهم. خلاص استراحه قصيره. وانت ايه اللي جابك؟ سرقت لك باكو شاي ولا كرسي مكسر؟ والله ظروف يا استاذ رمضان. تعالوا اقعدوا على الاستراحه يا ولد. اقعد بشبيش. انا ضربت ضرب. اقعد خد راحتك. ده ضربوني ضرب. ومين البقف اللي معاك دي؟ ولا مش معاه؟ معايا. اعمل لنا شاي يا ميمون. حاضر يا استاذ. وانا 50 اتشاف وكوبايه كبيره وكملها عدس يا ميمون. حاضر. الكابتن فتحي. ايوه ده مطرب. مطرب؟ ما هو ده اللي كان بيغني واحنا بنتوضب. لا ده اسمه فتح السريح. ده اكبر هجام في مصر. معاه مفاتيح تفتح 11 مليون شقه. عقبال اولادك خارج افراج الجمعه الجايه. هو ميمون و مين؟ ايوه وده. ايه ده؟ وبقى خارج معاهم كمان. وانت ايه حكايتك بقى؟ احكي لي. حاجه بسيطه. ايوه ايه يعني؟ حاجه بسيطه. ايوه بسيطه. ايه يعني الحكايه؟ ايه؟ حاجه بسيطه يا استاذ رمضان. بس شفت العمليه بتاعت تاني جد فايده ازاي؟ فايده كبيره مش كده؟ تنورت. انا عايزك تعتبر السجن ده سجنك انت واهلك واللي جابوك. خد راحتك خد راحتك وبعدين بحكي لي حكايتك ايه. والبقف ده معاك ولا مش معاك؟ معايا. خد راحتك يا بقف انت كمان ولا يهم. شفت الحظ؟ حظ زفت. ما نقعش غير في العنبر اللي في رمضان. ايوه حظ زفت. لو عرف اللي حصل هيعمل فينا ايه؟ انا عارف. اخ ده باين عليه ليه قيمه كبيره قوي. هنا خدوا سجاير اهي. انا مش عايزك تقتل هم اي حاجه لا انت ولا البقف ده. ايوه بس انا كنت عايز اقول يعني. كنت عايز تقول ايه؟ لا ولا حاجة. الشاي يا معلمة. تشكر. نخدمك في الأفراح يا أكبر هفاف. اتفضل. خد يا بشبيش. الله يخليك. وادي للبقف. اتفضل يا بقف. بس تعقيبا على التصريح الأخير بتاعك ده رمضان، أنا فعلا بقول إن حرب المدن دي فيها إسفاف. أصل الحكاية كلها هي روسيا وأمريكا. وهي روسيا وأمريكا واقعين مع بعض ليه؟ ليه؟ 100% في نسوان في النص. يعني 100. انا صدقني لما اقول لك يا سعاده الباشا. ايوه يا عم نجات. سعادتك مطلوب يا فندم. مطلوب ليه؟ اصل جت اشاره دلوقتي مكتب السيد وكيل النيابه عايزين سيادتك بسرعه يا فندم. خير؟ والله مش عارف سعاده الباشا. بس انا مش فاضي دلوقتي يا عم نجات. الواد فتحي طالع افراج وعايزين نقوم بالواجب معاه. معلش يا سعاده الباشا. تعال على نفسك شويه يا سعاده الباشا. عن اذنك يا معلم فتحي. اتفضل. خد بالك من العيال دول الجداد دول. اللي في حمايتك في رقبتي يا رمضان. ماشي. بس صحيح في نسوان في النص. صدقني رابريون بلابلت قال فتش عن الوليه. لا انا اديني كنك. بس هنا ما حدش يفتح بقه. الجلسه ست جامعه. حاضر. مع السلامه. ادخل.
مذكور رمضان ابراهيم اسماعيل يا فندم. افتح معه. اسمك؟ قال لك ما هو لسه قايل اسمه. اسمك ايه؟ رمضان ابراهيم اسماعيل. احنا خلاص عرفنا الحقيقه يا رمضان. حقيقه ايه؟ هو احنا اللي هنحدد ونزيده؟ اتكلم بقى. مش قصدي. احنا عرفنا الحقيقه كلها يا رمضان خلاص. احنا ما كناش نايمين. وقبضنا على 2 متهمين من العصابه اللي سرقت الفلوس. البشبيشي محمد عبد الحميد وشحات علي السيد. واعترفوا بالكامل بالجريمه وجري البحث عن المتهم الثالث اللي معاه الفلوس. عشان كده جبت امر من قاضي الامور الوقتيه لخروجك من السجن لحين اعاده محاكمتك وحصولك على البراءه. هو ايه قصده ايه؟ قال الفلوس معاي وانا سرقت الفلوس. شحاتة ايه وبشبيش ايه؟ يا ابني هي دي الحقيقة. حقيقة ايه؟ يا سعادة البيه انا حرامي، حرامي ابن حرامي، الفلوس معايا وانا اتحكمت وخلاص، وبنفذ دلوقتي مدة العقوبة، وبعد العقوبة ما هتنتهي هخرج واخد حقي، وعلى رأي المثل بصل بخمسة وخمسة ببصل، انما تقول لي سيادتك امور وقتية وحاجات مستعجلة وبشبيش الحكاية اصلها هتضيق ومش مستحملة الحاجات دي كلها. اعمل معروف. يا رمضان انا مهمتي ان انا اجيب الحق لاصحابه. انت ما سرقتش يعني الحكايه هتبقى مجرد قضيه ازعاج للسلطات وخلاص. الله ما سرقتش ده ايه حرام يا وانت انا يعني اكذبت. يلا بينا بلاش الحاجات دي معايا على المعروف وحياة ولاد. بلاش كلام كتير افهم وركز. انت ما سرقتش واحنا خلاص عرفنا اللي سرقه. اتفضل خد عسكري. الله ياخد مين يا سعاده البيع؟ حرام حرامي انا سرقت 400,000 جنيه والفلوس في حوزتي والشرطه معايا وانت والكلام كله في الامان ورحمه امي. انا حرامي حرامي لسه قراري مختلس. هي براءه بالعافيه ما تستنى يا سيدي. انا مش حرامي ايه دلوقتي؟ انا سرقت وبقول ان انا سرقت في حاجه دي؟ انا مش حرامي. ما تهدى بقى ما انت طلعت من غير اوانطي. اوانطي ازاي؟ انت كمان صدقت؟ انا عارف لك بقى. عارف ايه؟ ده حركات من الحكومه بس ما تصدقش. انا حرامي وانا عارف انا عملت ايه. لو انت هتعرف احسن من الحكومه. اذا كان الحكومه نفسها بتقول عليك حرامي فشوش. انا فشوش؟ ايوه فشوش ونص كمان. يعني الواد البشبيش والدقف اللي معاه اكلوني الشاورما؟ انا عارف لك بقى. هم خلوك المقلب السوق. خدوا مني الليمون واكلوني الشاورما. شاورما ده يا جدع انت؟ انا عارف مش انت اللي بتقول. انا قلت انت بتقول ليمون وشاورما. انا فاهم ايه؟ ازاي مش حرامي؟ ازاي؟ خدوا مني الليمون واكلوني الشاورما. تاني ليمون وشاورما. ما انا قلت كل حاجه ساعتها. وابن الكلب الهلوتي ده هجيبه منين؟ معرفش. هرب. هرب ومعاه كام؟ مع اغلبيه المبلغ. وده اجيبه من اريده يا بيه. لكن هجيب هجيبه وهذبحه وهجيب الفلوس. عارف كل حاجة عنه ولا لا؟ ايوه بس من غير ضرب يا سعادة الباشا. طب قول له كمان قول له كمان على صاحبته الرقاصة اللي اسمها نادر. ولما انت عارف ان في رقاصة وصاحبته اسمها نادر ما بتقولش ليه؟ ولا مستني تتضرب الاول؟ هقول يا سعادة البيه ما انا كنت هقول لك. قول قول يا اللي مطلعني اكذوبه في قاعة هوا. انا تكسبني قدام المعلمين؟ ما عادش اللي يكسبك قدام المعلمين. الله يخليك يا كابتن. ماما انت كمان تقول حد كان يقول ان انا وانت نخرج في يوم واحد يا فتحي؟ معلش يا رمضان ادي حال الدنيا. ده انا هتقهر. لكن هيروح مني فين الاسم الهلوتي بيه؟ يقول لك الحكومه دخلت عليه ما عرفتش تجيبه. لكن انا هجيبه ان شاء الله هجيبه. الا قول لو عوزتك اجيبك منين؟ إيه؟ احنا مكاننا معروف. فين؟ قهوه البقر. قهوه ايه؟ البقر. البقر فين دي؟ حارة الكلب. حارة الكلب؟ ناصية النتن. ناصية النتن؟ قهوة البقر حارة الكلب ناصية النتن. ودول كلهم في ايه؟ كلود بيه. كلود بيه؟ كل الامكانيات تحت امرك. منور يا وباب.
ربنا يخليك يا رمضان. الحمد لله على السلامه يا ميمون. الله يسترك يا رمضان ويخليك يا رب. عجوة يا ولاد الكلب. طب ده انا حتى ما بحبش العجوة. كنت حطه بطيخ يبل ريقي. عجوة. طيب كمان. يا سلام، انا مش مصدقه عيني. الله، مالك يا رمضان؟ واكل عجوه. واكل ايه؟ عجوه. طب تعال معايا. يا اهلا وسهلا، يا الف مرحبا، اهلا بخطيب بنتي الجزء. اتفضل يا حبيبي، اتفضل. اهلا يا روحي، انا كنت عارفه انك هتطلع من هذه الصحراء من العجينه. اطلعي عليا، هات الفراخ واتبعيها. لا، مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ طب ده اليوم اللي كنا مستنيينه بفروخ صبر. يا لهوي، ازيك يا حبيبي وازاي الفلوس؟ يا اختي، انت ساكت كده ليه؟ هي الفرحه جات لك بالزتة ولا منك هتبقى بقى من اصحاب الالوفات؟ مسيرتي لا الوفات ولا حاجه. اطلعي عليا، هات الفراخ كلها. هو احنا ربينا الفراخ اللي عشانه؟ علشاني؟ كنت هتربيها 7 سنين علشاني؟ انا كل حاجه مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ انت اصلك تعبان. خش استحمى وقوام هحضر لك الغدا. لا، انا هطلع فوق. فوق فين؟ ده لا يمكن، متلكن. تطلع فوق ازاي بس يا رمضان؟ هي دي معقوله؟ هو انا حسيبك؟ ده انا مش حاسبك ابدا. انت هتقعد معايا هنا؟ اطلعي عليا، هات الفراخ. هات الفراخ يا اختي واذبحيها. اطلعي يا حبيبتي، اطلعي يا روحي، اطلعي يا اختي. اخيرا ربنا هيغنينا. يا رمضان، الحياه مش فلوس. فعلا الحياه مش فلوس، الحياة عجوة. ايه؟ عجوة. الحياة عجوة. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. تشيلي عليا الحاجة دي. حاضر. اهلا وسهلا. ده ايه النور ده؟ منور الدنيا كلها منورة. ده نورك. اي والله نورك، الواحد يتكلم الصراحة. نورك. كنت بقول ايه يا حماتي؟ قول يا عيون حماتك. بالنسبة للفلوس يعني. ايه، هتروح تجيبهم؟ اجيبهم من ايه؟ من الحته اللي كان دكنهم فيها. يا واعي يا هراري. لا، ما انا ما اقدرش اجيبهم دلوقتي. ليه؟ انا الاوان تتمتع وتلبس وتعيش عيشة المليونيرات. لا، ما انش الاوان ولا حاجه. ما انا علشان ابقى واعي وقراري زي ما بتقولي وعيش عيشة المليونيرات، ما اقدرش اظهر الفلوس دلوقتي يا حماتي يا حلوه، لان العينين مفنجله عليا قد كده. طب والحل؟ 5 6 اشهر بالكتير نعيش فيهم عادي خالص، لغايه العينين ما تبعد عننا ويزهقوا ويسيبونا في حالنا. ساعتها نطلع المدكن ونديها بقى. يا جماعه، ليه الرعب ده كله؟ ما ترجع الفلوس ونخلص يا رمضان ونعيش عيشه عاديه. تجننت يا بنت انتي؟ ارجع الفلوس ازاي؟ واللي عملته ده كله يطلع فشوش؟ لا عليه، انا هاخد حقي. شوف يا حماتي، عايزه تقفي معايا للاخر، انا خدام. ده انا اللي خدمتك يا ابني وموافقك على كل اللي بتقوله. انا حرسم الجو دلوقتي وبعد كده نطلع المستخبي ونعيش المنجهه في اوانها. اموت انا في المنجهه في اوانها. ثانيه واحده. خد يا سي رمضان،
ايه دول؟ 1800 جنيه خدهم يا حبيبي اتبحبح بيهم لحد الجو كده ما يروق. ما ينفعوش. ليه؟ ما انا علشان المساء تنام في الدره هفتح مكتب. مكتب ايه؟ ها؟ مكتب ايه؟ رمضان كل اعالي البحار، مكتب شغل وتجاره كده. انت مش قلت انك مش هتقدر تطلع الفلوس دلوقتي؟ ايوه طبعا، ما هو البركه بقى في ست الكل حمات الحلوه دي. من عينيا يا ابني، بس منين؟ انا كنت سامع ان انت عندك نص فدان، ما تبيعيه. ابيع النص فدان اللي حلتي؟ طيب بلاش بقى. مفيش طريقه غير الفلامنكو ده. ما انا دلوقتي لما افتح مكتب واشتغل في التجاره ساعتها الفلوس الكتيره لما تظهر محدش هياخد باله، حطوه في الكازوزه. يا لئيم انت يا لئيم. مش كده؟ قلت ايه؟ هبيع يا ابني هبيع. يلا يا علي ندور على الحجه تحت الارض في الدولاب. يا ماما طولي بالك شويه، هي فيها لسه طول البال. خطيبك ده بيخطط للنغنغه، ده احنا هنغرق في الفلوس غرقان. تعالي. يا بنت الكلب، لو كنت عرفت الحقيقه كنت قلعت اللي في رجلك واديتهم لي ازواجا وافرادا. المهم دلوقتي انا عايز شقه مفروشه اعملها مكتب. تعالتك اللضر شقتي مالك؟ انا مش فاهم حاجه. بكره تفهم كل حاجه. طب وجدع اللي هفر منك الليمون ده هتسيبه؟ فلوسي هجيبها، بس هتاخد وقت وعايزه مصاريف. انا عارف انا بعمل ايه بالظبط. اسمع، خد دول. ايه دول؟ ده عشان تدفع العربون واللازم منه. طب داري ده داري ليه؟ انا اصلي سالف من المعلم صاحب القهوه 50 جنيه لغايه دلوقتي ما اشتغلتش بتلاتة مليم، لو شافهم هيطمع. انا عايزه يطمع. نعم. يلا نروح له. ليه؟ اديله 100 جنيه. ايه رمضان انت اتجننت؟ 100 جنيه ده ايه؟ اسمع اللي بقول لك عليه. تعالى معايا. السلام عليكم. وعليكم. اتفضل. ايه دول؟ دول 100 جنيه من اصل مبلغ ال 50 جنيه اللي خدهم منك امبارح. نعم. انت مين؟ ده رمضان صاحبي. هو حط معايا امبارح 50 جنيه، عملوا لك 50 جنيه زيهم بعد ما خدنا عرقنا وتعبنا بالحلال. والله حاجه عجيبه قوي. ده فتحي لما كان بياخد منه 500 كان بيرجحاني لما ربنا يفتحها عليه بسرقايه وعليها 50 بالكتير. لا احنا ما بنسرقش، احنا بنشتغل بالحلال. قول لي انت مين وحكايتك ايه؟ فتحي هيبقى فاهمها كل حاجه وهيقول لك على عنوان مكتبه. لو ما كانش فيها خابور تبقى حلوة قوي. الشاهد بيني وبينك الفلوس هي اللي بتتكلم. ياس نو ياس نو نو ياس ياس نو. من فضلك رمضان بيه موجود؟ خير يا فندم. لو سمحت تبلغه ان المراكب وصلت والبضاعه موجوده في المخازن وكله تمام. تمام. هنبلغ سعادته حاضر. ممكن اقابله 3 دقايق لو سمحت؟ فضل سعادتك استنى دورك. انا عارف ان وقته تخين جدا سمين جدا، ومعلش انا عايز 3 دقايق بالظبط. نقول له مين يا فندم؟ قول له السيد رئيس مجلس اداره الجمارك العليا. اهلا وسهلا يا فندم. فضل سعادتك استريح. ثواني. فضلك يا ريت. تعرفت الجمارك بالنسبة للسيارات بقى كام دلوقتي؟ هو هنا ما حدش يفتح بقه. السلام عليكم. ربنا يديك الصحة كده ويخليك. ألف سلامة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اتفضل يا أستاذ علي دور. أيوة سعادتك. اتفضل. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا بيك. اتفضل استريح. اسم السيادة. عبد السميع ابراهيم. اهلا استاذ عبد السميع. استاذ عبد السميع ابراهيم. عبد السميع ابراهيم. سيادتك دفعت الشهر اللي فات 1000 جنيه. مظبوط يا فندم. انا اسف. اسف؟ انا في منتهى الاسف. الحقيقه ما كنتش احب اتحط في الوضع ده.
لكن سيادتك عارف ان التجاره الحلال البلال على دي وعلى دي. ايه اللي حصل؟ الالف بنخسر طه ضاعت عليا؟ اعوذ بالله اعوذ بالله يا راجل ما تقولش كده. يا استاذ عبد السميع انا كنت اتمنى ان الالف جنيه بتوعك يكسبوا الف جنيه زيهم الشهر اللي فات. ايه اللي حصل؟ طمني. اللي حصل يا استاذ عبد السميع ان السوق كان نايم شويه اليومين اللي فاتوا دول. وبعدين؟ وبعدين يا سيدي الالف جنيه بتوعك ما كسبوش غير الف جنيه زيهم بس ناقصين جنيه. ناقصين جنيه؟ وقعت قلبي يا راجل. عايزني اكسب الف جنيه ناقصين جنيه في شهر واسعد؟ انا بكرر اسف. حقيقي. حاضر يا سيدي. ادي الالف جنيه اللي انت دافعهم وادي الف جنيه ناقصين جنيه. ربنا يخليك، ربنا يسترك في مالك، دي حاجة ولا السحر. سحر ايه يا راجل؟ أعوذ بالله. أنا جاي لك بكرة ومعايا عيلتي كلها. سلام عليكم. تشرفوا. مع ألف سلامة. أنا بأكرر أسف. اللي بعده يا ريمون. اتفضلي، اتفضلي استاذ. سعيدة يا بس بنتي. أهلا يا عيش. اهدى كله، اهدى كله، كل ده يطلع منك خير. خير؟ دي الناس كلها بتتكلم عن اللي انت بتعمله. خد. ايه دول؟ سيختي تمنتها النهارده جابت 8000 جنيه شغلهم لي. عايزاهم امتى؟ لا 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 لا، انا مش مستعجله عليهم، خليهم ماشيين في الساقيه كده زي التانيين. عايزاهم يتكاثروا يعني، يخلفوا صبيان وبنات. وانا عامل زي المغفلين، احطهم واخدهم بعد شهر ولا اتنين اهم شغالين. هذا رايك يا حماتي. المهم وصلت كم منك لغايه دلوقتي؟ ما تعدش يا حبيبي، هو في فرق بيننا؟ لا لا لا، كله بالحساب. انا احب الحساب قوي. اعملي معروف. شوفي يا ستي، قولي نص فدان ادي 16000، والنص بيت ادي 9000، وادي 8، يبقى كله 33. قولي 35 عشان يبقى رقم صحيح. مفيش فرق بيني وبينك. متلكن. مش كده؟ متلكن اه. وعلي زي ايه؟ انا عارفه يا اخويا ده بابوس، بكره تروح. انا رايك بكره تروح. عن اذنك يا اخويا عشان الحق اطبخ لك. مع السلامه. اللي بعد. ايه دي؟ مين دي؟ نسيت رمضان بيه؟ غضروف. غضروف بيه؟ اللي كان معانا في سويسرا. احنا عمرنا رحنا سويسرا دي؟ السجن. غضروف، ازيك يا غضروف؟ الله يخليك يا بيه. اهلا اهلا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وخرجت امتى من سويسرا؟ امبارح بس، ورجلي حبت لما عرفت علوانك وقلت اجي عشان اكل معاك لقمة عيش بالحلال. اهلا وسهلا، عايز تشتغل معانا؟ انت كنت شغال ايه قبل كده؟ نشال ميتين يا بيه. نشال ايه؟ نشال ميتين. وعايز تشتغل معانا؟ عايز تشتغل معانا ايه؟ بتعرف تقرا وتكتب؟ بعرفش اقرا وتكتب. عندك صنعة؟ ما عنديش صنعة. بتفهم في أي حاجة؟ ما بفهمش في أي حاجة. عينوه في مجلس الإدارة. مش هي دي الراقصة نهد؟ ربنا يتمنى بعقلك. هنا ده عنوانها، وبنادى على اسم الهلبوطي هربان في حتة محدش عارفها، والبوليس قبض عليها عشان يوصل له معرفوش. أفرجوا عنها بعد كده. الحتة تعرف الحاجات دي كلها؟ أمال إحنا بنلعب؟ لا
لا ما تبصليش بسخريه، ده انا هعجبك قوي. انا معاك برقبتي. ربنا يتمم بعقلك. عاقل قوي. هلا هلا والله عاقل. حلال بان عليه انه عاقل. اشرب بقى البتاعة دي واسمع اللي هقوله لك. ماشي. انا عايزك تلزق ليها، ترسم عليها انك انت غالي قوي، وتصرف عليها ببزخ بهبل. طعم يعني. عليك نور. بعد كده هقول لك تعمل ايه. اموت انا في الحركات دي. بس اوعى تضحك عليه. يا بوي يا بوي، ده انت لحظة قشطة يا بنت. ايه اللي جاب ده؟ ايه اللي هتتفرج عليا؟ تعالي تعالي. هتعملي ايه؟ ليلتنا طينا طين الليل. هتنحس مخي يا بنت الفطوس. فطوس يا صاحب المتجلي. عبد متجلي يخرب بيتك يا عبد امبطحي. انا مش عارف اقول لك ايه. واصل انت ما خليتيش حاجه في عقلي. داني اهدى، انا ما شفتش حريم قبل كده. انا خلفت عيالي من واحد صاحبي. بقول لك يا عبد المتجلي. قولي يا عيون عبد المتجلي، يا نظري يا مهجتي يا مصراني الغليظ. تصور ان انا مديونه. مديونه كيف وانا عايش؟ علي اجار البيت 11 شهر. 11 شهر يعني فضل لك شهر وتطبق سنه ندفع المتاخر نشير. وعايزه فيديو في اتش اس. هنجيب نجيب لك الفس ده وفايف سيستم كمان. وشويه هدوم. ماشي ماشي كلامك يا نور العين. يا حيح يا حيح يا علي. ليلتنا مطينه طنطين الليلاتي. سلام على القناعة يا جدعان، انت الظهر بديت تحبيني. يا حياتي. ليلتنا مطينة ثلاث قناطين الليلاتي. انبطحي. تفضل. السلام عليكم. خالد عبد الجواد، معقولة؟ ازيك يا رمضانكو يا ابني؟ ازيك يا خالد؟ أهلا يا مغاولي. أهلا أهلا أهلا. ازيك يا رمضان؟ شادي برا. والله عشت وشفتك آخر قبهة. ربنا ما بيسيبش حال على حاله يا خالد. أنا سمعت يا ابني عن كل اللي أنت بتعمله، حاجة حلوة أوي. قلت الضفر ما يطلعش من لحم، وإحنا طول عمرنا أهل، وأنت عارف إنني بتمنى لك كل الخير. أمال أخبار مشروع المواشي اللي عندك إيه يا خالد؟ المواشي ما بقتش تجيبها معايا اليومين دول. بس أنا خايف يا رمضانكو يا ابني يكون الشغل دي فيه حاجة حرام كده ولا كده. لا إله إلا الله. شوف يا خال، إحنا بنشتغل بالحلال، بالمضاربة والسقوق، حلالا بلالا لحما طيبا، لا ربا ولا ربا. ربنا يكرمك ويخلف عليك بالحلال. على كل حال 70,000 جنيه أهو، أنا بعت كل الحاجات اللي هناك دي وجبت المبلغ ده. عايز المبلغ ده بقى عندك يدور بالجامد. بالجامد قوي؟ ايه؟ عينيها الاثنين، حاجة ساعة اللي بره. بس عايز أقول لك حاجة كده. شوف يا خال، إحنا شعارنا تدفع باللاتي هي أحسن تاخد باللاتي هي أحسن. ما تدفعش باللاتي هي أحسن تاخد بالجزمة على دماغك. مش قصدي. أنا قصدي إن الجماعة في البلد هيجيبوا لك فلوس كتير قوي عشان تشغلها.
وانا بقول ان العالم دول ما يستاهلوش، ما تاخدش منهم حاجه ولا تديهمش حاجه. فعلا هما ما يستاهلوش، انت اللي تستاهل يا خالد. طيب يا سي رمضانكو الفلوس اهي، عد ايه؟ عد مين يا خان؟ عيب في المضاربه والسكوك مفيش عد. اهلا يا مغاوري. اهلا بيك. غدا اللي بره. طيب نستأذن احنا بقى عشان نسيبك للامم اللي مستنياك دي. انا مش كنت تستنى لما تتغدى يا خان؟ لا غدا ايه بقى؟ خلي الغدا اليوم اللقا، يوم الحلال البلال ما يلعلع. ايوه. انت عارف يا خان، انت ربنا راضي عنك عشان جيت هنا. طيب مستاذ. مع السلامة يا خان. ربنا يكرمك. مع السلامة. مع ألف سلامة. الله يسلمك. مع السلامة يا مغاوري. الله يسلمك. سلامة يا خان. مع السلامة يا خال. سلامة يا خال. السلامة يا خالي. أسرة المستقبل تهدي إليك في المدينة والريف أقراص أمان الموضعية. أسرة المستقبل لا تطلب منك التحديد بل التنظيم. مبسوط يا حياتي؟ مبسوط. مين ما ينبسطش معاك يا بسطة اليتامى؟ انت بسطانة؟ بسطانة. يبقى احنا الاثنين بسطانين. في صحتك يا رب. صحة اللي يصحي صحتك. ايه ده؟ ايه اللي يدعي؟ فلس؟ سمع؟ ايه ده؟ ايه اللي بياه؟ ده منين ده؟ يها ده بي ينيلك ده احنا يا له له بي عن اسمع يالي كانوا على قرف لسان الكبير فيهم والله ما اعرف اسم الكبير انتظرين لحظة من فضلك ده بي 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 ايوه ايوه ليه ليه بيب بيب اهلا جاهزين؟ جاهزين يا سي رمضان. ما فيش حاجه اسمها سي رمضان، قول اسم سياده المقدم. حاضر يا سياده المقدم بيه. وانت وبقى عارف هتعمل ايه؟ طبعا عارف اعمل ايه يا رمضان افندي. مفيش حاجه اسمها رمضان افندي سياده المقدم. بس عليا النعمه انا لايق في العسكري احسن من الحرامي. جدع. وانا هعمل ايه؟ انت ما تعملش حاجه، تفضل ساكت خالص كده اهو. حاضر يا معلم رمضان. معلم رمضان. في حاجه اسمها معلم؟ قلت لك سياده المقدم. حاضر يا سياده المكتب. مكتب؟ في ظابط يقول سياده المكتب؟ يلا بينا ادعوا لي. ربنا معاك. اصل انا ما بعرفش اسوق. ايه؟ انت هو راح فين؟ اركب اركب يا ولد. مين يا روح امك؟ ها؟ ديكور احنا ولا ديكور؟ بوليس؟ ايوه بوليس يا كلب، ارفع ايدك لفوق، المنطقة كلها محاصرة وأي حركة هتضرب في المليان. أنا غلبانة يا بيه. خلاص. أنا غلبانة. اخلصي خالص. اخلصي يا يا اخلصي يا زبدة المجتمع يا حسانة يا قاع المدينة. حرزوا الخمرة والملابس الداخلية. أنا بقى علي الملابس الداخلية. اسكت أنت، ماليش دعوة خالص. حذار. حاضر يا معلم. معلم مين؟ حاضر سيادة المكتب. مكتب إيه؟ مش عايز ولا كلمة. يا سعادة البيع، يا سعادة البيع الآداب، أصبرنا الله يسترك، أنا عندي عيال أكبر مني. شوف، إذا مشيت معانا عدل وشهدت بالمظبوط هنعتبرك مجرد شاهد. وبعي؟ لا دي 7 سنين سجن مفيش فايدة. هتشهد عليها ولا لا؟ يا بيه أنا غلبانة يا بيه. يبقى انا في عرضك يا بيه. انت غلبانه انت؟ ده انت يساب لك بلاد، ده في بيني وبينك طربايه. طربايه؟ ايوه، اصل انا قبل ما اشتغل في الاداب كنت ظابط مباحث، وكنت ماسك القضيه بتاعت الواد بتاعها حبيبها، وهي اللي عربته بسلامتها.
عشان كده انت حطيتها في دماغك. يلا على البوكس يلا يلا. انا كنت متاكده ان البوليس مش هيسيبني، فهيفضل ورايا على طول، مش هسيب حقه ابدا. اسمعي يا ولية، اذا كنت تعرفي مكانه ما تجري وتخلصيني. هم هيسيبوني يا سعاده الباشا، اذا الولية دي جرت هتسيبوها؟ لا لا مش هتقرا هي، انا عارف. حر يا بيه حر يا بيه، بس اضمن مني ان تسيبوني. لا في الحاله دي انا هقف جنبك وهخلي القضيه دي اونطه اونطه، ما يهمكيش. يسترك يا بيه. قلت لها فين الارشينات؟ ها؟ قلت لها فين الارشينات؟ حالات ايه؟ همك قوي على المكافأة بتاعت وزارة التخلية؟ يلا لبسهم أي حاجة عسكري. حاضر يا فندم. يلا خدهم لبسهم أي حاجة. اتفضل. قدام يا مزمزاي. مش هنتعشى؟ إيه؟ مش هنتعشى؟ نتعشى؟ أنت هتودينا بده إيه؟ نتعشى؟ اسكت خالص. مش تحت هنا، وانا اللي هتصل بيكي في الوقت المناسب. بتخلينا ناهد. انا مش خاينه، ده البوليس هيعمل لي قضيه. بوليس مين يا بنت الهبله؟ ده رمضان الصراف اللي خدنا منه الفلوس. ايوه انا الكروديا اللي خدوا منه الفلوس. يا لهوي، يعني هتضحك عليا؟ اخص عليك يا ناهد. غصب عني هلولتي. ما كانش العشا ملونس. انت عارف معزتك عند قد ايه يا حياتي. الا انتوا هتتعذبوا، هتعملوا فيها بين الاطلال. فين الفلوس؟ فلوسي ايه؟ فين الفلوس؟ عيني حاجة بالك. اي حركة هتعملها انا ما عنديش رحمة، اقتلك. يا كرم الله. هذا من فضل ربك. يا كرم الله. هذا من فضل ربي. بس هنا محدش يفتح بوقه، سيبوه. يا كرم الله. هذا من فضل ربي. فين الفلوس؟ خلي بالك يا كرم الله. يا كرم الله. اتفضل ربي. الفلوس فين؟ خلي بالك يا كرم الله. اصحى عليك يا نونس. نونس مين؟ محدش بيفتح بقه. كانش العشرة فلوس.
يا مرشد ولا نونس يفتح بقه. فتحي غضروف قباب ميمون، انتوا مأمنيني؟ برقبتنا. شوفوا انا هخبي الفلوس دي بمعرفتي، وانتوا كأنكم ما تعرفوش اي حاجة. وبعدين ولا قبلين نصيبكم في الفلوس هيبقى معاي، اكنكم محوشين قرشين للزمن. تأمين على الحياة يعني؟ بالظبط، اول تأمين على حياة الحرامية. واحنا مش هنتعشى؟ ها؟ احنا مش هنتعشى؟ يلا بينا. يلا. هو باب الخروج من ايه؟ سلام عليكم يا تعبت البيت. سلام عليكم. فيه يا جدع انت؟ راح فين؟ سيب عسكري. ايوه سيبه. سيبه امشي. امشي انت خالص. في ايه؟ انا عايز من سيادتك تفتح محضر. محضر ايه اللي هفتحه؟ افتح بس يا سعاده البيت، افتح محضر. اصلني استرديت فلوسي تاني، وعايزك تطبق الماده 112 من قانون عقوبات الباب الرابع. تاني يا رمضان؟ احنا مش فاضيين غير ليك. قالك هو الحق عليا يعني اللي عايز الحكومه تاخد حق ايه وانا اخد حقي؟ بس المره دي الفلوس معايا وشايفها وجها لوجه وماسكها بايديا الاثنين دول اللي هيغسلوا غسيل ابو زعفر كله. عشان ما بقاش ليك حجه بقى بيه. وبالمره بيه لو سمحت يعني عشان ما يبقاش فيه دوشه، عايزك تطبق عليا الماده 336 من قانون العقوبات الخاصه بالنصب والاحتيال، ودي عقوبتها سنتين. اصلا انا نصبت لي نصبتين كده في السكه وانا بره السجن. لبت لي قرشين هري، عملت حاجه اسمها رمضانكم الاعالي البحار. رمضانكم والناس هبلت صدقت. ده انت داهي بقى. وايه ده انت لابسه ده؟ دي بيجامه ومعايا زنوبه كمان. جد البيجامه والزنوبه اختصارا للاجراءات. لسه هلبس بدله واروح السجن ويحطها امانات. قلت اختصر الاجراءات واجيب البيجامه على طول عشان اخرج من هنا على السجن اروح انام دوار. يا سلام. امال ايه؟ يا عسكري عسكري يا شاويه تعال تعال اطلب عليا بس ابوك. اقعد عليا. امسك كويس يا اخي، امسك كويس كده. يلا بيه افتح لنا محضر، افتح اتكل على الله. عايزك تخبطني قلمين على قفايا بس يكونوا ايه؟ ايه؟ اتفضل يا سعادة البيت. السلام عليكم يا رصوص يا اوباش يا زبالة المجتمع. سلام مخصوص لقصة اللصوص. وسلام لزعيم البواكي. جناح جوه التخشيبه بس احوالها يا ابويا غريبه، حجز جناح جوه التخشيبه. واحنا الاوباش الحراميه محبوسين 100%. احنا الاوباش الحراميه محبوسين 100%. دول زمايل لك كركيه، يعيش كبير الحراميه، يعيش اصل الحراميه، يعيش اصل الحراميه، يعيش كبير الحراميه. بس انتوا يا ناس ناسيين، بس انتوا يا ناس ازاي ناسيين حاجه فايتانا بقالها سنين. بس انتوا يا ناس ازاي ناسيين حاجه فايتانا بقالها سنين. يوم واحد في الحريه، الحريه تساوي ملايين، الحريه تساوي ملايين. شقة ولو اوضه وصاله تنيل اتجوز فيه يا ابني. ما انت عارف الكمبيوتر ما الناس بتطلع عليه. ما هو يا ابني الكمبيوتر ده بيشتغل عندكم، ويا ابني انتوا اللي بتدوا له المعلومات، ويا ابني انتوا اللي بتاكلوه الكوس، بدليل ان عمره ما اده الا للمدير العام والمراقب العام والمشرف العام والمتنايل العام. على كل حال يا ابني اذا كانت ضاعت منك الشقه هنعوضها لك بحاجه تانيه احسن منها 100 مره. ايه رايك يا سيدي حدك حته ارض تبني عليها اللي انت عايزه؟ في السلوم. في السلوم المستقبل كله هناك. لا وايه
الجمعية عاملة متر هناك بخمسين قرش. عايز نسكن بعيد عن القاهرة بربعمية وخمسين كيلو؟ دي تبقى تصيف فيها يا ابني. اصيف ايه؟ هو انا عارف اشدت الاول لما حصيف؟ انت عملت زي لما وزعت عينك يا سطور، طلع نصيبي متر ونص وديتهم للترزي قلت يعملهم لأي حاجة. عارف قال لي ينفعوا ايه؟ ايه؟ بالظبط زي ما قال لفندي كده. اعقل يا ابني ورجع الفلوس. مستني كلامك انا. هتودي نفسك في ده؟ يا سيد الله يشكرك، الله يخليك، شاكرين قوي. يلا ونبي حاج مأمور، يلا وحياة أبوك خلصت. يلا، يلا قلب أي حاجة، البيه الوكيل هيبقى يتصرف، والبيه الوكيل عايز يتغدى مع أولاده كمان، يلا. حاضر، حاضر يا سيدي. خدوا يا رخيم حسنين، حطوا في الحجز. حاضر يا فندم. ربنا يخليك يا شيخ، زخرت وبعدت زخر العدالة. يلا يا حسنين. يلا. باي باي يا وكيل. باي باي يا ابني. باي باي يا أخويا. يلا. يلا امشي قدام ما تخافش، امشي خد من ايه؟ يلا نجرب قدام امشي. خد اذن من النيابه بتفتيش بيت المتهم واعمل تحرياتك يا سعيد. حاضر. انما انت مودينا على فين؟ موديك تشرب القهوه في الشركه. انا بشربها مظبوط. يا دمك يا اخي. بقول لك ايه؟ ما تيجي بدل ما نروح حجز ومع ناس نروح على السجن على طول ونخلص. ده انت مستريح قوي. لا بقول لك ايه؟ ما تزقنيش، انا بقول لك اهو، انت واخد واحد سرق 400,000 جنيه، مش واخد واحد سرق جزء من اخره ولا نشيله جزء جنيهات، انا بقول لك واحد فريق نفسك. طب تعالى خش يا غمر. ازيكم يا اوباش؟ يا سفلة القوم. مش انتوا سفلة القوم برضه؟ واوباش؟ دي اوضة رمضان؟ اي هتشوها. ليه يا حضرة الضابط؟ رمضان اختلس من رقبات الموظفين. رمضان كويس قوي يا حضرة الضابط، مش ممكن يمد ايده على حد غير. بعترف. مش ممكن، انتوا اكيد ضربتوه. احنا ما ضربش حد. معقول؟ مش معقول رمضان يعمل كده؟ مش معقول. مش ممكن. مستحيل رمضان يختلس. متأكدة ان المسألة فيها حاجة غلط، رمضان مش ممكن يعمل كده ابدا. يا اختي كفاية الفضايح والبوليس دخل بيتنا. الا قول لي يا جدعان انتوا بتدوروا على كام؟ 400,000 جنيه. 400,000 جنيه؟ بقى المسخمط على عينه ده يمشي 400,000 جنيه؟ اختلس يا اخويا. اختلس ولا ما اختلسش، المهم ان خد ابني. اه بانه الساهي السهتل ده. يا ماما حرام عليكي بقى. مفيش حاجة يا فندم. احب انبهكم اذا كنتم مخبين اي حاجه هتقع تحت طاقيه القانون وهتجيبوا نفسكم الاذى. احنا ما نعرفش حاجه، خليكم ماسكين في الحمار. الحمار قال ده احزن لحمير. يا اخوانا عيب كده، العطره دي مش معقول. هنفضل مرمين كده لغايه ما تخلصوا اجراءاتكم. اسكت يا جدع انت، اسكت وروح اقعد مكانك. وحياة ابوك يا عسكري يروح يقول لهم الاخ رمضان زهق من القعده. قلت لك اسكت لحسن اقوم اكسر دماغك. يا جدع صلي على النبي كده، وانت هتقدر تعمل حاجه؟ حق عليا يعني اللي عايز افضل لكم مكان لزاهر اخر. ارجع مكانك يا اخينا انت. رمضان علي ايه؟ ازيك يا رمضان؟ ازيك انت يا علي؟ عارف انت انت ايه اللي حصل يا رمضان؟ بعدين هقول لك كل حاجه. ايه اللي جابك دلوقتي؟ انا جايبه لك لقمه. تعيش يا علي تعيش، هات منها الاكل يا عسكري. انت بتتامر قوي. والنبي يا اخويا تديله الاكل. حاضر يا ست، هو مسموح له باكل مدن، بس امشي انت. روح انت عليه، روحي وحطي في بطنك بطيخه صيفي. ازاي بس يا رمضان؟ يا ست امشي بقى، ما تودينيش في داهيه. الله، امشي مكانك يا جدع انت. مش لما تناولني الاكل الاول؟ حاضر يا سيدي، حاضر. اتفضلي يا ست. مع السلامه. وانت حلويت وبقيت ملفوفه كده. مع السلامه. خلي بالك من نفسك. انت محلويه كده. ها ايوه يا سيدي اهو، هات الاكل يا باب. طيب يا سيدي اتفضل. اتفضل انت. تعالى هنا انا بقول للعسكري. اقعد يا رمضان. يا رمضان كل تقارير المباحث اللي قدامي بتقول انك كويس وسمعتك طيبه وانك ماشي دغري. ما هو دي اللي انا بقولها بيه. انا فعلا ماشي دغري، عشان كده لما اختلست جبت لكم على بلاطه كده على طول. مش احسن ما كنت حلقت لكم الخزنه وتقعدوا تحققوا ام وسيم وجين وتقلبوا دماغكم؟ لا يا بيه لا،
ويمكن انكشف او ما انكشفش. انا ما بحبش الطرق دي، انا لا بتاع مس كهربائي ولا عقب سجاره. اختلاس، واختلاس حقيقي وقوي وواضح، وديتها معروف من 7 ل 10. من 7 ل 10 ايه؟ من 7 ل 10 سنين سجن، كما هو الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات. يعاقب بالاشغال الشاقه المؤقته كل موظف او مستخدم عمومي يختلس اموالا او اوراقا او امتعه سلمت اليه بسبب وظيفته. وانت عرفت الحاجات دي كلها منين؟ لا لا انا ما قلتلكش. قال ايه يا سيدي؟ كنت انا طالب في الحقوق بس بطلت دلوقتي، بس حافظ الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات كويس قوي، كويس قوي قوي قوي. بس يوم واحد سجن بفلوس الدنيا كلها يا رمضان. طب وايه يعني؟ ما انا مسجون جوه نفسي ومفيش حاجه عارف احققها. طب ما تاخذنيش انت لو مسجون جوه نفسك العب 100 مره مما لو سجنت في سجون مصر كلها. يلا بيه، يلا خلصنا حياه ابوه، يلا بالقضيه جاهزه وواضحه والظروف مدب ومعترف، واحنا جاهزين، احنا جاهزين قوي. طب ليه عملت كده يا رمضان؟ قصدك البواعث يعني يا بيه؟ هي ده عايز اسال. واحد تحت ايده 400,000 جنيه، حسبته لقيت نفسي عمال ما اخرج على المعاش حاخد 6,000 جنيه نقطه نقطه. طب خليك انت مكان. تاخد الحكايه ببساطه قوي. ما هو يا بيه لو قانون العقوبات بيقول ان المختلس يعدم كنت فكرت شاورت عقلي، لان العمر مش معزاه. وحتى لو غيرت القانون دلوقتي مش هيطبق علي. ليه بقى؟ لان الجريمه حصلت في ظل القانون القديم. منطق مش كده؟ انت طلعت لنا منين؟ واشمعنى انا يعني اللي طلعت لكم منين؟ ما الدنيا مليانه حراميه. طب فكر وارجع في كلامك وانا هحفظ المحضر. افكر؟ افكر في ايه؟ يا سعاده البيت، انا لو كان حصل عندي 50 جنيه عجز في الخزينه كانوا اعتبروها اختلاس زيهم زي ال 400,000 جنيه، هيطبقوا الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات، جنيه زي 1,000، يبقى انسرقت سرقه جمل. شغل بالك انت على راي الوليه القرشانه بتاعت الكرو. يعني مفيش فايده في دماغك؟ انت بتضيع وقت سعادتك. خلي بالك كويس ان احنا هنجيب الفلوس، وساعتها اللي حطوا له ابيض ولا اسود وهتتحبس برضه. وما حياة فرص برضه يا باشا. طب انت هتخرج دلوقتي؟ اخرج اروح فين؟ هتخرج بره؟ هتروح؟ ادنى ليه؟ كده هتدفع كفاله وتروح لغايه ما يتحدد لك جلسه. طب انا ما عنديش فلوس ادفع الكفاله. ما عندكش فلوس؟ واحد 400,000 جنيه وما معكش فلوس؟ لا ما هم دول ليهم اوان تاني خالص، ولا العفاريت الزرقي يعرف مكانهم دلوقتي. لما اخرج من السجن وعليه خير بقى يبقى فيه كلام تاني على راي محمد لطيف. شفت ماتش الاهلي والمحله؟ سيبك من الكلام ده دلوقتي. يعني انت مش عايز تخرج بكفاله؟ يا بيه انا عايز القضيه تخلص اوام، والحكم اوام اوام، والسجن اوام اوام، عايزين نخلص. الله، ايه اللي هيخرجني ويدخلني؟ على كل حال انا اقدر اخرجك من غير كفاله بضمان بطاقتك الشخصيه او محل سكنك، أو تلاقي لك محامي دافع عنك. والله يا سعادة الباشا المسألة لا محتاجة محامي ولا غيره، القانون واضح والمادة معروفة ومحفوظة. إن أنا قدام حضرتك عايز تخرجني خرجني، يمكن لك هدف تاني. طب هات بطاقتك الشخصية. معيش بطاقة. إيه؟ وروني بقى هتعملوا إيه؟ ولا يمكن لحضرتك أهو؟ لا في بطاقة. أهي أهي، يمكن لك هدف تاني. بس شفت الصورة بتاعتي حلوة. طب اتفضل اديها لهم. حاضر. صورة جميلة من ساعة ما كنت في الإعدادية. أي أيوة والله. اتفضل امشي. هات يا سيدي. اتفضل. ما تخلي. مع السلامة. أي أيوة والله، خلي التذكرة مع حد. مع السلامة. سلام عليكم. مش عايزين أي حاجة من بره؟ مع السلامة. سلام عليكم. راح فين يا فينا؟ خش خش. إيه يا نعيم؟ البيه الوكيل هو اللي خرجني. سيبه عسكري. ده حاجة عجيبة. عمرك شفت حرامي بيخرج؟ ده بيبقى قاتل قاتل وبيخرج بكفالة. بيضيعوا وقتهم. اتفضل. لا مش انت، انا بقى المره. السلام عليكم. عايزكم تراقبوه كويس. تفتكر سيادتك انه مش عامل حسابه؟ اكيد عامل حسابه طبعا، لكن اهو اجراء يمكن نعرف بيه اي معلومات تفيدنا عن مكان الفلوس. المهم عندنا دلوقتي الفلوس. حاضر يا فندم. ايوه انا اللي انت ايه هربت؟ ايوه هربت.
واللي هيلاقيني هيديله مكافأة 50,000 جنيه. حرامي حرامي. اوعى تدخل حرامي حرامي. ايه كتكنين احنا ناقصين؟ هم راضين حد يسجنوني؟ يلا امشي بلا قلب يا كفار. رمضان ماما يا ماما. ايوه يا عليا. في ايه؟ رمضان رمضان جه يا ماما. رمضان رمضان الحمد لله على السلامة. ازيك يا علي؟ ليه عملت في نفسك كده يا رمضان؟ ازيك يا رمضان؟ ها عملت ايه؟ خدوا منك الفلوس؟ هما مين دول؟ الحكومة. ما يقدروش. امال حصل ايه؟ سابوني لغايه ما حددوا ميعاد الجلسه. يا اختي عليك اسم الله يا اخويا. انت تعبان. خش يا حبيبي. اهلا وسهلا. خطوة عزيزه. اتفضل يا اخويا اتفضل. اه يا حبيبي اتفضل اتفضل يا حبيبي. اهلا يا روح قلبي. عليا اعملي شاي لخطيبك ولا اقول لك اعملي شربات؟ لا بلاش. امال عايز ايه يا اخويا؟ انا جعان. يا عينيا الاثنين دقيقتين وهحضر لك الاكل. يختي عليك وعلى جمالك اختي حلاوتك. الا قول لي يا اخويا هم صحيح كام؟ هم ايه دول؟ 2 مليون. ايه؟ 2 مليون. 2 مليون؟ يا نهار ازرق. هي الاخبار عقبال ما وصلت هنا بقوا 2 مليون. امال كام يا عين امك؟ مفيش والله مفيش. هم 400,000 جنيه عمر. عمر؟ عمر ازاي بقى؟ حلوين يا اخويا حلوين. دول يبدوا 4 عمارات ويجيبوا تاكسيين ويخلوا العيش نغنغه. اما قوم يا اخويا اعمل لك لقمه تاكلها يا ضنايا. ربنا يخليك لشبابك. عليا خلي بالك من خطيبك يا حبيبي. ايوه خلي بالك مني لا نط من الشباك. بلخه مش كده؟ عملت كده ليه يا رمضان؟ عشان نعيش. امتى؟ كلها كام سنه؟ اكني سافرت اي بلد عملت قرشين ورجعت. بس دول بقى مش قرشين. دول 400,000 جنيه. اموال الدنيا كلها. ما تسويش انك تعمل فيا وفي نفسك كده. كفايه انك هتبقى رد سجون. يا ستي رد سجون رد حواري. الناس مالهاش غير اللي قدامها. ثم انت مش كنت زعلانه ان انا ما عنديش شهاده جامعيه؟ ادينا هجيب لك شهاده جامعيه من جامعه ابو زعل. انا ما بهزرش دلوقتي يا رمضان. خلاص على العموم الكلام جه متاخر يا علي. مش متاخر ولا حاجه. انت ممكن ترجع لهم فلوسهم. لا ده احنا نبقى بنهزر بقى يا است علي. وانت فاكراني يعني لما هرجع لهم فلوسهم هيحبوا على راسي ويسيبوني؟ وليه لا؟ الجريمه وقعت خلاص. كده ولا كده داخل السجن وفقد وظيفتي. ثم انا عايز اعرف بقى بصراحه انت قلبك عليا ولا على نفسك؟ تلاقيكي خايفه لا غيب عنك وما تتجوزيش بسرعه. ما تخافيش طمني. الناس بتوصل 45 سنه دلوقتي وما تتجوزش بس بيمشوا يكلموا نفسهم في الشوارع. انا ما بتكلمش على الجواز. اللي بيني وبينك اكبر من الجواز. اكبر قد ايه؟ كم كيلو يعني؟ خليك واقعيه يا علي. من يومين ثلاثه امك ما كانتش طايقاني. دلوقتي بتقول لي يا ضناي احنا في زمن بطاقه الانسان فلوسه. فلوسه فلوسه بس علي. اسالي جعان. جبت لك كوسه ورز وفراخ النمائيه هتاكل صوابعك وراهم. قوم يا كب كبه. احنا بنحلم ولا ايه؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ الحكايه بسيطه يا اخينا. ده فكر في اللي احنا فكرنا فيه في نفس الوقت. يعني هو فاهم دلوقتي انه سرق الفلوس فعلا؟ مفيش غير كده. الله. طب احنا مستنيين ايه دلوقتي؟ ما نوزع بقى كل واحد ياخد حقه ونبشبش الانتيكة ولا ايه يا هلوتي؟ لا بشبيشي انا مش موافق على الكلام ده. ممكن الواد ده يكون اخبس مننا ومرتب لنا حاجة. احنا بنمله في الدرة لحد ما نشوف ايه الحكاية. عندك حق يا هلوتي تخاف. الخوف اجدع عشان في الضمان. واللي بأكد لي نظريتي انهم خرجوه كفاله. انا سمعت انه خرج من غير كفاله كمان. رايح فين يا حنيا؟ الله اكبر. قاموس الفاظك بقى حلو قوي يا حماتي. انت طول عمرك غالي عليا يا رمضان. تعالى كل لك لقمه. اكل ايه ولا ايه؟ ما انا لسه بتغدى. وماله؟ كل كمان. هتنزل على لحم بطنك. تعالى انا عايزك في كلمتين. تعالى تعالى. كلمتين ايه؟ بس تعالى.
نعم، عايز ايه؟ انت طبعا مدكن الفلوس. ايوه طبعا مدكن. ما نجيبش لهم لك معايا. هتشيلي لي 400,000 جنيه؟ وماله في الحفظ والصوم؟ طب ما انا اشيلهم في الحفظ والصوم. طب هتدفع المهر امتى؟ يا حماد انسى الفلوس دلوقتي خالص. يا ابني قبل المهر ما يغلى. يا ستي بغليه زي ما انت عايز، انا جاهز. طيب يا ضلايا. هتفضلي قاعده كده على طول؟ مش هتقومي؟ حاضر. قوم انا عايز اقفل الباب. طيب مالك انا قومي. زحمطتني. سوبر ماركت فكرة حلوة. ها وانا بقى لما اخذ يعني عايز منك قرشين سلف هتبقى حلوة وانت ابو جدعانة. سلف مين يا عم سويل؟ الله 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 من الهف اللي انت هفه. من الهف اللي انا هفه؟ طب انا هفيت انت كمان تهف. الناس لبعضيها يا رمضان. الناس لبعضها في الهف يا عم سويلم. الله صدقة من اللي انت سارقه. صدقة؟ الصدقة ما تجوز الا من مال الحلال. احنا هنقوم متشكرين قوي على الهدية دي. لا يا اخويا سيف هدية دي. لا يا شيخ. يلا مزيكا يلا امشي بلا فلقه بلا مزيكا بلا غنى بلا يحظى. يلا على رايك بلا نيلي. يا ساتر. انا همشي من هنا تعال وراي. السلام عليكم. السلام عليكم. تشرب ايه يا شويش؟ افندم تشرب ايه؟ هو انت تعرفني يا جدع انت؟ اللي ما اعرفكش بقى تبقى ماسك جورنال ولابس بنط وجزمه ميري وعايزني ما اعرفكش. قول لي اللي بعتك مفيش فايده. انا مش ههور يمه الفلوس دي نهائي دلوقتي. انت كده بتتعب نفسك على الفاضي يا شويش. ايه حكايه شويش دي؟ هو انت لسه ما ترقيتش؟ طب وبعدين؟ هتفضل طول عمرك نفر كده؟ ها؟ ما تقدم شكوى. قدم شكوى عشان يرقوه. ده انت كبرت في السن. اي والله كبرت في السن. صحتك بقت عيضه عيضه. وانت قادر تقف على حيلك يا راجل؟ زمانك دلوقتي بقى مصولات. اي والله العظيم والله العظيم ثلاثه بقى مصولات. الظلم الظلم وخد حقك. بلد انا لو اقدر اساعدك كنت سعيد. كنت عرفتك سر. بس دي معقوله؟ اضحي ب 400,000 جنيه عشان واحد تافه زيك؟ دي معقولة؟ حق دي لو حصل وعرفت سري
يوه يوه كان زمانك دلوقتي طالع في الجرايد وبتسلم على المسؤولين ويدوك 2 جنيه مكافاه. انا مش فاهم حاجه. انا بقى فاهم. ايه اللي وقع منك يا دي؟ دلوقتي مش بنفر وجزمه ميري. ده انت بلوى مسيح. الله يسامحك. بقول لك ايه يا حلو، بدام انت راجل بتشتغل جامد كده ما تستقيل. استقيل؟ ايه استقيل؟ اشتغل في القنضة من بتوع الاستثمار او في مزرعه فراخ، حتى اكل وتشرب ويدوك في داخل وانت مروق. يا اخي سيبني في حالي وغرفه 60 داهيه. ده انت قلق. ما انت مالش حق. طب طلعني من البرميل. طيب انت نفر. عاوزين مني مش ورايا ليه؟ حرقت عشان اقول لمراتك على كل حاجه بتعملها. هقول لها انك انت بتعاكس بنات في الشوارع. يعني مفيش شيء. حويس حرش جديد يا فندم. اصدرنا امرنا بالقبض على المذكور ويحال الى محكمه الجنايات. شوف اقرا الدرس عندك. يا رمضان افندم. يا سعاده البيه لسه مصمم على اقوالك؟ وهغير اقوالي ليه يا بيه؟ احنا الحمد لله طول عمرنا كلامنا واحد. احنا عيال جدعان قوي. جاوب على قد السؤال. حاضر حاضر يا بيه. انا بدي لك فرصه اخيره. اذا ارشدت عن مكان الفلوس هيراعى ذلك عند الحكم وسيكون مخففا بما يسمح بذلك القانون. يا سعاده البيه انا لو عايز اقول على مكان الفلوس كان لازمتها ايه اللمه دي؟ دي قاعدة متكلفة برضه. النيابة تحب تضيف شيء؟ النيابة مصممة على طلباتها يا فندم. الدفاع يتفضل. أود أن أضيف أن موكلي. يا أستاذ أنا لا وكلتك ولا شربتك. المحكمة هي اللي أنت بدك للدفاع عنها. ثم إن الحاجات دي كلها ملهاش لازمة. أنا راضي بحكم البيه القاضي السكرة دي. يلا يا بيه يلا ترسلي 7 سنين ربنا يخليه. اسكت يا رمضان. خلي الاستاذ المحامي يشوف شغله. يا سياده الرئيس القاعده القانونيه بتقول انا اللي اتكلمه هو اللي يسكت. القضيه قضيتي وجو حاول ابلع بطوره. يا استاذ رمضان انا عاوز اساعدك ارجوك. ارجوك انت يا استاذ خليك في حالك واقعد على المعروف. سيبني في حالك اقعد الله لا يسيئك. سيدي الرئيس واضح ان المتهم لا يأبه بالعقاب ولا بد من الشده مع امثاله ليكون عبره لغيره. ايوه ايوه يا بيه انا عبره لمن لا يعتبر. الحكم بعد المداوله. رفعت الجلسة. كمان اجيب لك شاي يا رمضان؟ ملوش لزوم. ابقى اشربه في ابو زعبل بقى. يا خسارة يا رمضان ضيعت نفسك وضيعتني معاك. مفيش حد ضاع ولا حاجة. بيتهيأ لك. تفتكر مصيرك هيكون ايه دلوقتي ومصيري انا كمان هيكون ايه؟ انت لعبت بالنار والنار هتحرقك وتحرقني. ايه الكلام ده؟ انت هتعمل ايه اللي فيها يوسف وهبي؟ انا عايز كلام اسماعيل ياسين بصراحه. محكمه حكمت المحكمه حضوريا على المتهم رمضان ابراهيم اسماعيل بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. رفعت الجلسه. يا حرام يا احلى العالم. انا انتصار القانون. عاشت المادة 112 الباب الرابع لقانون العقوبات. عاش القانون الفرنسي. عاشت فرنسا حرة وعاشت مصر حرة وكل واحد حر يعمل اللي هو عايزه بفلوسه. خد بالك من نفسك يا رمضان. ما تديش دعوة ما تخافيش عليا. خدي بالك انت من نفسك. استنيني. خدي بالك منها ام علي. فعليا بالعكس يا اخويا ياسين موقتني. منين يا حسرة منين؟ مثلكن مثلكن. قلبي معاك يا استاذ رمضان. قلبي قلبك على روحك انت. انا كويس مش دعوة خالص. يلا يا شاويش.
يلا يا اختي يلا. خش يا مسؤول. الا ولزومها ايه المعامله دي؟ السلام عليكم يا مجرمين يا اوباش يا زبده المجتمع. اسمك ايه يا ايه يا دي؟ مش عاجبك يا الا هو من اولها كده؟ تعال هنا. اجي هنا فين؟ هاتو. الله بالراحه علينا شويه مش كده؟ هنا ما حدش يفتح بق. هو انا لحقت اتكلم ولا ترد؟ انت قضيتك ايه ما ترد يا انت مش قلت ما تفتحش بقك؟ هتكلم ازاي وانا قافل بقي؟ طب افتح. مش فاتح، انا بقفل بعد الساعه 7 حسب قرار السيد المحافظ. حلو حلو. انت هتهزر يا بسم الله. عيشت الله يحفظك يا امير. هو في ايه؟ هاتو. اصل هنا مفيش حد يفتح بقه، فاهم يا؟ اشمعنى انت ما انت فاتح بقك اهو؟ انا افتح وقت ما يعجبني، فاهم؟ ايوه بس اصل ده قرار من السيد المحافظ. انا ما عنديش محافظ يقفلني. انت بتبص علي انا بضربك انت؟ ما انا معاك. ايوه بس انا مش معاك. بسم الله. عيشت الله يخليك امير. وضبوه. ما تيجي تاكل معايا؟ طب بس يوضبوني واجي لك على طول. يلا يا جماعه وضبونا عشان عايزين ناكل لقمه مع الراجل. بسم الله.